السلام عليكم يا جماعة، ازيكم؟ الاخبار النهاردة بقى بنتكلم على العمل بتاع الريسبيراتوري سيستم. هنتفق اتفاق زي ما اتفقنا في الرينال، تطبع المذكرة بتاعتك وتقعد وماسك ورقة وقلم تكتب الملاحظات، لان انا لو كتبت انا كل حاجة هعمل لك مذكرة بتاع 200 صفحة، فطبعا مش هينفع الكلام ده. اقعد انت اكتب الملاحظات، المذكرة مهما اتطبعت الحاجة بتبان يا جماعة صغيرة جدا، انما هتتعرض عليك في الباوربوينت وتتعرض عليك في الداتا شو في امتحانات المدرجات، هتلاقي الدنيا واضحة وكبيرة. عشان كده مذاكرة الفيديو اهم من المذكرة. المذكرة مش هتوفي بالغرض مهما حصل، مهما حصل لا يمكن، الحاجة هتطلع صغيرة. انا حاولت اكبر بقدر الامكان بس ليا سقف معين في حجم ورقة معين. وفي حاجة كمان، العمل زي الرينال، عمل الريسبيراتوري هنا مش سايب كلمة في منهج الريسبيراتوري، حتى الدايفرام جاي بالفتحات بتاعته، حتى العضلات بتاعت اللارنكس جاية، عضلات الفارنكس جاية. طبعا انا عايز اقول ان ما تفتكرش ان العملي ده حاجة منفصلة عن النظري. في سنة تانية، انت عارف في سنة اولى كان منفصل، العظم ليه حكاية وبتاع وبنخلص وخلاص. لا، اذا مذاكرة النظري، لو انت مذاكر النظري محترم والله العظيم فيديو العملي ما ياخد معاك نص ساعة، انما لو مش مذاكر هتحس انها معلومات جديدة. اذا انت معاك ورقة وقلم وبتكتب الملاحظات على اتفاقنا يا جماعة، وتعالوا نشوف احنا عايزين ايه بالظبط، وركز معايا لو سمحت. اول نقطة انا عايزها، هيجيلي ضلع من الضلوع، ماشي؟ انا بسمي الطريقة الجديدة اللي احنا شغالين بيها في المديول دي طريقة التناتيش. والله مش جايبين الضلوع كلها. طب ما انا لا طب ما لازم افهمك الضلع ده تيبيكال ليه ولا مش اتيبيكال ليه. المهم مش هكلفك انا برضو وقت كبير، يعني برضو انا مش هضحي بوقتك بصراحة. من الاخر يا جماعة، عدد الضلوع في جسم الانسان على كل ناحية 12 ضلع. موجود عندنا في عمل المديول ده الضلع رقم 1، والضلوع من ارقام 2 او من رقم 3، من رقم 3 لغاية رقم 9. ما علينا بكل الكلام ده، اي ضلع يجي لك في الامتحان، لان لاما تقول ان ده الضلع رقم 1، لاما تقول ان دوت تيبيكال ريب. كلمة تيبيكال ريب مقصود بها ايه؟ الضلوع من ارقام 3 لغاية رقم 9. اذا الرب التاني مش معايا، ولا الرب العاشر ولا الحداشر ولا الاتناشر. اذا اي ضلع في الامتحان بكرر تاني، لاما هقول عليه فيرست رب، لاما هقول عليه تيبيكال رب. الضلع اللي قصادي دلوقتي انا بقول عليه تيبيكال رب. ليه بقى تيبيكال رب يا جماعة؟ حاولت اجيب البيانات معايا اهو، لانه ضلع طويل. ادي اول حاجة. طب واحنا يا دكتور كنا شفنا الضلع الصغير، هنشوفه حالا. الضلع لو طويل وكيرف، واخد كيرف بالشكل ده كده، واهم حاجة طوله، ضلع بالطول ده كله، يبقى دوت الضلع المثالي اللي اسمه تيبيكال ريب. يبقى اول حاجة في الامتحان هقول ان دوت تيبيكال ريب. الحاجة التانية، هيحط لي علامتين ويسألني عليهم. يهمني قوي اعرف هي الناحية دي الانتيريور اند بتاعت الضلع، ولا الناحية دي البوستيريور اند بتاعت الضلع. بسأل نفسي سؤال، هو انا عرفت ازاي ان الاند اللي ورا دي هي البوستيريور اند؟ هي الاند التي تمتلك راس، هنتكلم دلوقتي، وتمتلك رقبة، وتمتلك تيوبركل. لو الام دي فيها راس ورقبة وتيوبركل، يبقى دي البوستيريور اند يا جماعة.
انما الانتيريور اند دي الاند اللي بيبقى ماسك فيها الغضروف اللي هو هنا مديهولي اللون الازرق اللي اسمه كوستال كارتليج. مش هتكلم دلوقتي على رايت وليفت، هنأجلها لغايه ما نشوف هما ناويين يجيبوا رايت وليفت ولا لا، ومش هتاخد حاجه خالص. فخلينا في الاساس دلوقتي. يجي لي ايه بقى الاسئله اللي عليه؟ العلامات تيجي على ايه؟ طبعا اللي قدام ده الكوستال كارتلج. ناحيه الاند يا جماعه هي الاند البوستيريور، زائد حاجه كمان، بصه الاند في معظم العظم بتاع جسم الانسان كله بتقول ان ده الميديال سايد، والناحيه العكسيه دي تبقى اللاترال سايد. معنى كده ان اللي انا ماشي عليه دلوقتي ده الاوتر سيرفيس بتاع الضلع، انما اللي جوه ده الانر سيرفيس بتاع الضلع. ايه كمان؟ الضلع البوردر اللي فوق اسمها ابر بوردر، يبقى البوردر اللي تحت اسمها اللور بوردر. بس في نقطه بقى، النقطه دي مهمه جدا. اللور بوردر موجود عليه جروف، شايف الجروف اللي همشي عليه، شايف الشق اللي انا ماشي عليه دلوقتي كله اهو بيبقى واضح جدا في المنطقه دي. يبقى انا دلوقتي مش بعلم على بوردر، والعلامات هتجيلك في نفس الاماكن. شايف هو معلمهولي هنا، لان هو كل ده يا جماعه اسمه كوستال جروف. الكوستال جروف اللي كان بيحتوي على ثلاث عناصر بنختصرهم بكلمه فين، بيمتلك انتر كوستال فين وانتر كوستال ارتري وانتر كوستال نيرف. يبقى فين وارتري ونيرف والجروف الملاصق. شوف انا حددت مكانه اهو، الجروف الملاصق لللور بوردر بتاع الضلع يسمى كوستال جروف. والكوستال جروف ده مش بدور عليه الا في التيبيكال ريب، يعني ما حدش يجي يقول لي اما ناخد الفيرست ريب كمان شويه هو الكوستال جروف فين. ما فيش يا جماعه. حاجه كمان، الراس بتاعه الضلع اللي موجوده ورا دي المفروض بتلتقي مع العمود الفقري اللي موجود هنا. ركز قوي بقى معايا، يا ترى الراس بتاعه الضلع ده بتلتقي مع فقره واحده ولا مع فقرتين؟ ما هتفرق. نخلينا مركزين، راس الضلع التيبيكال تلتقي مع فقرتين، يبقى الضلع مش ماسك في فقره واحده، لا ده ماسك في فقرتين، في جسم فقرتين. ودليلي على كده ان الفقرتين هيسيبوا عليه علامتين، ادي علامه مديها اللون اللبني او الازرق، والعلامة التانية اهي مش عليها لون. ده اكبر دليل ان الضلع يا جماعة ماسك في فقرتين مش في فقرة واحدة. الضلع التيبيكال دليل ان هو ماسك في فقرتين، ان كل فقرة ثابت عليه علامة. ادي يا جماعة علامة الفقرة اللي فوق، ودي علامة الفقرة اللي تحت، وكلمة علامة زي ما متعودين عليها اسمها فاسيت، وما دام موجوده في الضلع بتاخد لقب كوستال. لو دي الراس يبقى دي الرقبه. بعد الرقبه ربنا بيدينا تيوبركل اهو. ايوه هنا مش واضح، او شايف الحته الاليفيتد الصغيره خالص دي؟ هيعمل ايه دلوقتي بقى؟ هيبتدي ياخد الجزء اللي ورا ده لوحده وينزل لي شريحه تانيه بيه. تعالوا نشوف يا جماعه اهي، شوف مع ان الضلع مش باين، انما انا اقدر اقول لك البيانات والله. اولا وجود علامتين اهم اللي ما كانوش واضحين هناك، مش لسه قايل لك الراس بتاعه الضلع اللي موجوده بوستيريوري بتبقى عليه علامه موجوده، علامتين لانه ماسك في ضلعين، ادي علامه الفقره اللي فوق وادي علامة الفقرة اللي تحت، وبينهم فاصل اهو اسمه كريست.
طبعا الكلام ده مش هيبقى واضح في صور المذكرة اكيد. شايفين هنا يا جماعة الدنيا واضحة ازاي؟ مذاكرة الفيلم اهم 5000 مرة من صور المذكرة مهما اتعملت. طيب المفروض لو هو ده الضلع، الراس بتاعت الضلع، المفروض الحتة اللي بعديها تبقى الرقبة، والحتة اللي بعديها التيوبركل. استناني بقى، احنا قلنا مين اللي هيلتقي مع اجسام الفقرات؟ ما هو الضلع الفرتبري يا جماعة مش كانت عبارة عن جسم بس، الفرتبري عبارة عن جسم، واللي بيلتقي مع اجسام الفقرة هو الهيد و7 علامتين. انما كل فقرة كانت بتمتلك لو انتوا فاكرين ترانس فيرس بروسيس على كل ناحية. انت عارف، ودي بقى هتلاقيها بقى ليها صورة في الورق لانها مش موجودة في الداتا هنا. كل ترانس فيرس بروسيس هيلتقي مع التيوبركل بتاع الضلع. دكتور انت في الصورة اللي فاتت ما ورتناش التيوبركل بتاع الضلع كويس، هنا بقى واضح كويس. بصوا يا جماعة التيوبركل بتاع الضلع، كل ده التيوبركل. يا ده كبير قوي يا دكتور، حط لي حته زرقاء على جزء والحته التانيه سابها من غير لون. هو يقصد يقول ايه؟ انا قلت التيوبركل ده بيلتقي مع الترانس فيرس بروسيس بتاع الفقره، بس التيوبركل لا يلتقي بالكامل مع الترانس فيرس بروسيس، حته بس اللي هتتقابل مع الترانس فيرس بروسيس، الحته اللي حط عليها اللون الازرق، انما حته التيوبركل التانيه مش هتتقابل مع حد. اللي بيتقابل بيعمل مفصل، والاسم الحركي المفصل تيوبركل ارتيكولر، عشان كده بسمي الحته الزرقاء، وكويس انه ملونها والله، ارتيكولر بارت اوف تيوبركل، والحته اللي مش عليها لون نون ارتيكولر بارت اوف تيوبركل، حته التيوبركل التي لا تشارك في المفصل مع الترانس فيرس بروسيس بتاع الضلع. يبقى يا جماعه مش هيصه الناس تيجي تذاكر يقول لك ما الضلوع بتلتقي مع الفقرات. يا ابني ما تحدد انهي جزء، الراس تلتقي مع جسم فقرتين، انما التيوبركل يلتقي مع الترانس فيرس بروسيس بتاع الفقره بس مش كله، حته بس منه، وحديها لقب ارتيكولار بارت، وحته لا تلتقي مع الترانس فيرس بروسيس وبتاخد لقب نون ارتيكولار بارت. البيانات بدا يقولها ويوضحها، وطبعا الصوره اللي مش فيها البيانات دي اللي تعود نفسك عليها، هي دي اللي هتيجي في الامتحان. عظيم بقى، نشوف الفيرست ريب هنشتغلها ازاي. طيب دلوقتي بقى هنكمل يا جماعة، وزي ما قلنا لو انت بصيت للضلع اللي قصادك دلوقتي في الصورة لا يمكن تقول عليه ان دوت فيرس، ان دوت تيبيكال ريب، وما تنساش كلمة تيبيكال. امال ده ايه؟ ده اقصر ضلع موجود في جسم الانسان، يبقى اول ميزة ليه انه قصير. الميزة التانية انه يمتلك سطح فلات، اهو يا جماعه الفلات سيرفيس اهو، اي حاجه فلات في الدنيا بتمتلك ابر سيرفيس ولور سيرفيس. المهم ان ما دام ضلع قصير اوتوماتيك هعمله في الامتحان ان دوت فيرست ريب. طبعا اللي ورا ديت الهيد كالعاده، اللي بعديها دي النك، اللي بعد كده ده التيوبركل، بيانات عادية خالص. اللي من قدام موجود الكوستال كارتليج كالعادة. هو هنا جاب لي في العينات الابر سيرفيس بتاع الضلع الاولاني، مهما الصورة بتاعت المذكرة طبعت مية مية
الجروفز مش هتبان زي الصورة هنا يا جماعة، مش هوصيك تاني. الفيلم أهم من المذكرة وأوضح من المذكرة 5000 مرة، وده مش عيب في المذكرة، لأ ده طبيعة الحال فرضت كده. أدي الضلع الأولاني، البيانات أهي، أدي الهيد، أدي النيك، أدي التيوبرك، أدي الكوستال كارتج. ناحية الهيد يبقى ده الميديال سايد، يبقى اللي بره ده اللاترال سايد. عشان كده البوردر دي كلها لا اما اسمها اوتر بوردر او اسمها لاترال بوردر، والبوردر دي كلها لا اما اسمها انر بوردر او اسمها ميديال بوردر. المهم سعادتك بتقوم محدد في نص الانر بوردر تقريبا، الانر بوردر هي البوردر اللي ناحية الراس اهي، هتلاقي حتة نتوء صغير اهو، لازم تحدده. النتوء ده بيتسمى حسب العضلة اللي بتمسك فيه. العضلة اللي كانت يا جماعة بتقسم في مديول الكارديو فاسكولار سيستم السابكليفيان ارتري لتلات اجزاء، العضلة اللي كان اسمها سكالينوس انتيريور، العضلة اللي موجودة عند العمود الفقري، العضلة دي هتمسك هنا كمان. عشان كده بسمي التيوبركل اللي في نص الانر بوردر اسكالين تيوبركل. اسكالين تيوبركل، كلمة اسكالين نسبة الى عضلة الاسكالينوس انتيريور. حلو، واضح جدا ان في جروف موجود ورا التيوبركل وجروف قدام التيوبركل. طب وانت عرفت قدام من ورا ازاي؟ عيب عليك بقى، ما احنا قلنا ناحية الراس تبقى بوستيريور والناحية اللي فيها الكوستال كارتليج انتيريور. هو هنا كاتب جروفز، لا انا مش عايزك تحلها كده. لو العلامة جت في الجروف اللي موجود ورا السكالين تيوبركل ده جروف فور، يا ابني مش دي كانت سكالينوس انتيريور اللي بتقسم السبكليفيان، يبقى اكيد هنا هلاقي علة السبكليفيان. الجروف اللي ورا التيوبركل ده المكان اللي بيمشي فيه السبكليفيان ارتري اللي العضلة بتقسمه. الجروف اللي موجود قصاد السكالين تيوبركل ده مكان الوريد اللي بيبقى مع السبكليفيان ارتري واسمه السبكليفيان فين. اوعى تلخبط فيهم، اللي موجود قدام ده بتاع الفين يا جماعة، اللي موجود قدام ده بتاع الفين يا جماعة، اللي موجود ورا ده بتاع الارتري، وده شيء طبيعي يا جدع. انت مش السبكليفيان ارتري، كان موجود ورا العضلة اللي هتمسك هنا اللي اسمها سكالينوس انتيريور عشان تقسمه لتلات اجزاء. يبقى دي اما تجيلي في الامتحان هقول ان ده الفيرست ريب، وهقول البيانات الواضحة الجميلة، واوعى تلخبط الاتنين جروفز دون في بعض، وهتلاقيهم متعدلين في المذكرة. هنا مكتوب جروفز بس، لا اللي ورا التيوبركل جروف فور سبكليفيان ارتري، واللي قدام التيوبركل جروف فور سبكليفيان فين. وطبعا اقصر ضلع وفلات دوت يبقى الفيرست ريب. هنا ممكن يجي لي فقره في، ما انا بقول لك تناتيش تناتيش يا جماعه تناتيش. المفروض ان عدد الفقرات في منطقه الصدر 12 فقره. اي فقرة تجيلك في الامتحان، ما في حاجات اتشالت بقى، مش عليا الفقرة رقم تي واحد ولا تي عشرة ولا تي 11 ولا تي 12. اي فقرة تجيلك في الامتحان زي ما كنت بقولك في مديول الرينال، لازم تحدد هي ان هي لمبر الاول وتقول دي تيبيكال ولا اتيبيكال. هنا الدنيا اسهل شوية، ما احتفظنا تقريبا بنفس البيانات بتاعت الفقرة اللي كانت في مديول الرينال يا جماعة. ما الفقرة هي فقرة، انت كل حاجة هتحفظها بطريقة. هقول ان دي تيبيكال ثوراسيك فيرتبري. اللي هيقول ثوراسيك فيرتبري بس من غير كلمة تيبيكال هياخد نص الدرجة. دكتور طب ما هو مفيش الا نوعية واحدة،
يا جدع انت، ده هو احنا اللي عملنا كده، انما المفروض الفقرات في منها نوعيات، عشان كده لازم اقول تيبيكال ثوراسيك فيرتبري، ويسالني في البيانات اللي تقريبا مش فارقه والله عن ال بتاعه اللمبر فيرتبري، ما عدا في حاجه طبعا الحته دي تبقى السباين، ادي السباين، الفتحه اللي بيمشي فيها الحبل الشوكي اسمها فيرتيبولار كانال، دوت جسم الفقره اهو يا جماعه، جسم الفقره اهو، الحته مش كل فقره، في فقره بتقعد عليها فوقيها وفقره موجوده تحتيها، بيتكون مفاصل بين الفقرات بعضها وبعض، دوت اللي موجودين فوق اسمهم سيبيريور ارتيكولار بروسيس اند فاسيت، او سيبيريور ارتيكولار بروسيس، او سيبيريور ارتيكولار فاسيت، زي ما انت عايز تقول قول، انما اللي قاعدين على اللي تحت ادي الانفيريور ارتيكولار بروسيس او انفيريور ارتيكولار فاسيت او انفيريور ارتيكولار بروسيس اند فاسيت اهم. هنقول كمان فاكرين حتة اللي كانت جنب السباين على طول كان اسمها لامينا، الحتة اللي كانت ما بين السيبيريور ارتيكولار بروسيس والبادي او ما بين الترانسفيرس بروسيس والبادي، الحتة دي يا جماعة ايه؟ كان اسمها بيديكل، زي اللمبر فيرتبري بالظبط والله، ادي البيديكل وادي اللامينا، ادي البيديكل وادي اللامينا. ايه الجديد اللي هنا بقى؟ مش احنا اما خدنا الضلوع يا جماعه من شويه قلنا الترانسفيرس بروسيس بتاع الضلع بتاع الفقره بيعمل مفصل مع التيوب، مع جزء من التيوبركل بتاع الضلع، لو انت فاكر علامة المفصل ايه؟ ما هيسيبوا على بعض علامات، ما دام العلامة دي السبب فيها الضلع وتحديدا التيوبركل بتاع الضلع، شو بسميها ايه؟ بسميها كوستال فاسيت، ما هو السبب فيها الضلع يا جماعة، لا لازم تقول ترانسفيرس كوستال فاسيت، يعني العلامة التي سبب فيها الضلع وموجودة على الترانسفيرس بروسس، عشان كده اسمها سيبيريور ارتيكو، سوري اسمها ترانسفيرس كوستال فاسيت. فاكرين الراس بتاعت الضلع كانت بتمسك في فقرتين، في فقرتين، معنى كده ان الجسم بتاع كل فقرة من الفقرات هلاقي عليه علامتين، دي علامة ضلع ودي علامة ضلع تاني، وما دام السبب في العلامة هقول اسمها ضلع كوستال فاسيت، اللي فوق سيبيريور كوستال فاسيت واللي تحت انفيريور كوستال فاسيت. يفرق ايه في الاسم عندي؟ ان دي قلنا لازم نحط معاها كلمة ترانسفيرس، يعني كوستال فاسيت سبب الضلع وتحديدا التيوبركل بتاع الضلع الموجود على منطقة الترانسفيرس بروسيس، عشان كده اسمه ترانسفيرس كوستال فاسيت، انما ده سيبيريور كوستال فاسيت انفيريور كوستال فاسيت. وهما دوم الجداد اللي بقوا مميزين عن اللمبر فيرتبري، لان اللمبر فيرتبري مفيش ضلوع بتمسك فيها يا جماعة، وبالتالي مش هلاقي فيها كوستال فاسيت. نشوف البيانات اهي، بدأ يقول لي شوية بيانات جميلة، ادي السباين، مالكش دعوة بكلمة بيديكل دي خالص، مشاور مش بطريقة مظبوطة بصراحة، مالكش دعوة بيها خالص هنا في المكان ده، دوت الكوستال فاسيت على الترانسفيرس بروسيس، ده الكوستال فاسيت على البادي، واحد سيبيري والتاني انفيريور، اوعى تلخبط ما بين ده وده، ده المتسبب فيه ان في فقرة قاعدة عليها من فوق سيبيريور ارتيكولار فاسيت،
وده مكان الانفيريور ارتيكولار فاسيت من تحت، وكان في هنا نوتش وهنا كان في نوتش زي اللمبر بالظبط. كنا بنسمي النوتش او الحفره اللي فوق سيبيريور فيرتيبولار نوتش، وبسمي الحفره اللي تحت انفيريور فيرتيبولار نوتش. ادي صوره من فوق، ادي الباطي، ادي الفيرتيبولار فورا من اول كان، ادي السباي، ادي الترانسفيرس بروسيس، ادي الكوستال فاسيت اللي سببه التيوبركل بتاع الضله اللي موجود على الترانسفيرس بروسيس واسمه ترانسفيرس كوستال فاسيت. ادي الفاسيت المفروض الجسم عليه اتنين فاسيت، هنا انا مصور من فوق ما بانش غير ده وبس، انما عشان تشوف الاتنين هتصور من على جنب، انما لو اللي بان واحد بس يبقى ده اللي فوق. سيبيريور ارتيكولار فاسيت، سيبيريور ارتيكولار فاسيت. طب ودوم هنا كان بين السيبيريور ارتيكولار فاسيت وبروسيس وانفيريور ارتيكولار فاسيت وبروسيس، علشان ده جانبي، انما وانا مصور من فوق اللي حيبان سيبيريور ارتيكولار فاسيت بس. يبقى خد بالك في اللاترال فيو او الصورة الجانبية معظم الحاجات بتبان، انما في السيبيريور فيو اللي بيبان اللي فوق بس. يعني لو صورت من فوق اللي تحت ده مش هيبان، النوتش دي مش هتبان، الانفيريور ارتيكولار فاسيت ده مش هيبان، اللي هيبان الحبه اللي فوق. لو انت بصيت من الحبه اللي فوق السيبيريور ارتيكولار فاسيت، صح اهو. الترانسفيرس كوستال فاسيت اهو، السيبيريور كوستال فاسيت على جسم الفقره اهو. يبقى يا جماعه الناس مش تقعد تحفظ فاسيت وهو كله فاسيت، لا، لو السبب الضلع بسميه كوستال فاسيت. لو الكوستال فاسيت ده موجود على الترانسفيرس بروسيس يبقى لازم احط كلمه ترانسفيرس، ترانسفيرس كوستال فاسيت. مش موجود يبقى على الجسم. لو صوره جانبيه يبقى سيبيريور والتاني انفيريور، لو صوره من فوق يبقى سيبيريور بس. وطبعا الحاجات دي موجوده فقط في الثوراسيك فيرتبري، لان اللمبر فيرتبري ما فيهاش ضلوع يا جماعه. امال دوم ايه؟ دوم موجودين في اي فقره، مكان التقاء كل فقره مع اللي فوقيها ومع اللي تحتيها. سيبيريور ارتيكولار، حتى ارتيكولار يعني مفصل، سيبيريور ارتيكولار فاسد فوق، انفيريور ارتيكولار فاسد تحت. انما لو صورت من فوق اللي هيبان السيبيريور ارتيكولار فاسد بس. تعالوا نكمل يا جماعه. طيب هنكمل بقى ونتنقل لعظمه ثانيه. بعد ما شفنا الضلوع وشفنا الفقرات ممكن يجي لي عظمه الاسترنم نفسها. عظمه الاسترنم عظمه سهله برضو، فيها علامات والله ما هتبان من المذكره اصلا مهما اتصورت. ما فيش احسن من الفيديو ده يا جماعه، نبهت كذا مره اهو. عظمه الاسترنم ممكن يسالني في البيانات اللي عليها اهي. المنطقه دي كان اسمها مانيبريم استرناي، ده كان اسمه جسم الاسترنم او البادي، والحته المثلثه اللي تحت دي اسمها زيفويد بروسس. اعلى حته في الاسترنم فيها حفره، الحفره دي اسمها جاجولار نوتش او سوبرا استرنال نوتش. اسمها سوبرا استرنال نوتش لانها موجوده فوق مستوى الاسترنم. طب واسمها جاجولار نوتش ليه؟ اسمها جاجولار نوتش لان المفروض الاسترنم دي فوقيها الرقبه، والاورده بتاعه الرقبه كان اسمها جاجولار فينز. اكمني جزء بدون تفاصيل من اورده الرقبه على علاقه بالابر بارت بتاع الاسترنم، سموا الحته والنوتش دي جاجولار نوتش. طب وايه كمان؟ المفروض عدد الضلوع بتاعتنا 12 ضلع، هل ال 12 ضلع كلهم ماسكين في عظمه الاسترنم؟ لا، اللي بيمسك في عظمه الاسترنم اول 7 ضلوع فقط، ومش ضلوع كمان، اول 7 كوستال كارتلش فقط. وايه كمان قبل الضلوع؟ عظمه الكلافيكل نفسها. تعالى ما اوريك بقى
اول علامه لبني ده مكان مسكه عظمه الكلافكن، ده مكان مسكه الضلع رقم واحد، ده مكان مسكه الضلع رقم اتنين. الضلع رقم اتنين موجود اهو، كنا خدنا المعلومه دي اكتر من مره. المكان الاتحاد اللي بين عظمه المانيبريم وعظمه البادي كان اسمها سترنال انجل. الاسترنال انجل دي كانت موجودة في نفس مستوى الضلع رقم كام يا جماعة؟ اتنين. دي علامة الضلع رقم تلات، ادي الضلع اربعة، خمس، ستة. في منطقة الاتحاد ما بين جسم الفقرة وبين الزيفويد بروسيس دي علامة رقم سبعة كوستال كارتج. ده مش كده وبس، على جسم الفقرة، واكيد ما مش هتبقى واضحة في الورق، بيبقى موجود حتت باهتة بالعرض اهي، حتت باهتة بالعرض اهي اهي. الحتت اللي بالعرض دي اسمها ترانسفيرس ريدجز. ترانسفيرس ريدجز يعني بالعرض، وريدجس يعني حافه. ده مش كده وبس، المفصل ده يا دكتور ما تسميه يا ابني انت صغير، مش ما بين المانيبريم والبادي، اسمه مانيبريوسترنال جانكشن. المفصل ده مش ما بين الاسترنم والزيفويد، اسمه زيفسترنال جانكشن. وممكن يسالك نوع المفصلين دوم ان اتفق بدون تفاصيل. مش عظمة الاسترنم دي يا جماعة كانت موجودة في خط النص؟ لو سألك في نوع اي مفصل والمفصل ده موجود في خط النص، بقول على طول سيمفيزيس. افكرك بحاجة، فاكرين السنة اللي فاتت اما كان عظمتين الحوض بيلتقوا مع بعض يعملوا مفصل في النص اسمه سيمفيزيس بيوبس؟ نفس الكلام، يبقى نوع المفصل بدون اي تفاصيل ما دام موجود في الميد لاين او خط المنتصف يستحق لقب سيمفيزيس. ايه كمان؟ تعال نشوف. ادي البيانات يا جماعه بدا يحطها لي زي ما اتفقنا مع بعض. شايف مشاور ازاي على الترانسفيرس ريدجز اهي، ما فيش اي جديد خالص، ودائما وابدا متفقين ان كلمة علامة يعني فسد. بدأ يجيب لي منطقة الصدر من قدام. كل الرسومات دي ممكن تيجي في الامتحان. ادي البيانات. لو حط لي هنا علامة هقول له ان ده مانيبريو سترنال جانكشن، حط لي هنا علامة هقول له ان دي زيف سترنال جانكشن. والمفاصل اللي في خط النص بأكد على طول ان نوعها ايه يا دكتور؟ سيمفيزيس. سيمفيزيس. ولو انت عديت كام كوستال كارتليج ماسكين في الاسترنم، طبعا دي مكان مسكة الكلافيكل ومرضاش يقولها، يبقى دي مكان مسكة الضلع رقم واحد، اتنين، تلات، اربعة، خمس، ستة، سبعة. شوف الضلع السابع ماسك فين، او الكوستال كارتليج رقم سبعة في منطقة الاتحاد ما بين جسم الفقرة والزيفويد بروسيس. طيب، طب ما هو ده يعتبر مفاصل بقى يا دكتور، مش عظمتين او حاجتين بيلتقوا مع بعض. ممكن يقول لي المفاصل اللي بين الكوستال كارتليج والاسترنم اسمها ايه؟ هقول له اسمها استرنو كوستال، ما بين الاسترنم والكوستال كارتليج. طب ولو سألني في نوع هنتفق، اول مفصل اللي بين الكوستال كارتليج رقم واحد وعظمة الاسترنم بيبقى نوعه كارتليجينس غضروفي، يبقى اول مفصل غير متحرك، ما بيتحركش، غضروفي، ولذلك يسمى كارتليجينس. امال يا دكتور المفصل رقم اتنين وتلات واربعة وخمس وست وسبعة، يعني الباقي كله المفاصل من اول رقم اتنين لغاية رقم سبعة، لان احنا طلعنا رقم واحد ده كارتليجينس خلاص. المفاصل الباقية اللي بين الكوستال كارتليج والاسترنم
نوحة ساينوفيال. افكرك بكلمة ساينوفيال من السنة اللي فاتت، ساينوفيال كانت المفاصل المتحركة. طب معلش يا دكتور، اشمعنا من اول رقم 2 لغاية 7؟ من اول رقم 2 ل7 فعلا مفاصل متحركة. هي بتتحرك يا دكتور؟ يا راجل مش في حاجة اسمها التنفس يا جماعة، مش في حاجة اسمها شهيق جسم الصدر. الصدر بيكبر بيتخن بيوسع، واما بيبقى في زفير الصدر حجمه بيقل. ده بيديك انطباع ان ايوة الضلوع بتتحرك. عشان كده المفاصل من اول الكوستال كارتلج رقم 2 وجسم الاسترنم وصولا برقم 7 كل دمنحهم ساينوفيال. انما اللي بين الكوستال كارتلج رقم 1 والاسترنم ده غضروفي بيبقى كارتلجينس، والمفاصل اللي موجودة في خط المنتصف سواء ما بين المانيبريم والبادي او ما بين البادي والزيفويد بروسيس، اتفقنا ان المفاصل اللي في خط النص تستحق لقب سيمفيزيس. سيمفيزيس. نكمل يا جماعة. طيب دلوقتي بقى يا جماعة هناخد شق تاني من الحاجات اللي اكيد حجلنا في الامتحان في اي مديول. لازم من ضمن الشرايح انسى ان ما يجيلكش فيلم اشعة. يبقى عشان نكون متفقين اهو، لازم فيلم اشعة يجيلي. تعالوا نشوف ايه الافلام اللي ممكن تجيلي في مديول الريسبيراتوري. اول حاجة جايلي بلين اكس راي، اشعة عادية. هجاوب ازاي؟ لو الاشعة موجودة لمنطقة الصدر وبينهم القلب اهو، هيقول لي اول نقطة identify the type of the specimen، اتعرف على نوع الفيلم. هقول ايه؟ هقول بلين اكس راي اشعة عادية بوسترو انتيريور فيو. يبقى بلين اكس راي يعني اشعة عادية، بوسترو انتيريور فيو لان الاشعة بتاعة صدر. وهنتفق اتفاق. القاعدة العامة بتقول لي ايه يا جماعة؟ بتقول لي الهواء بيبان اسود، واي حاجة تانية بتبان بيضة. يبقى السواد عبارة عن هواء. هنا جايب لي بيانات انا رأيي الشخصي انه مبالغ فيها، انما انا هقولها كلها. ازاي؟ واضح ان دي رئة، واضح ان دي الرئة التانية هي يا جماعة. يبقى رايت لانج سودا اهي جواها هوا، وليفت لانج اهي، وبينهم القلب. تعال اول ناخد الصعب. شايفين السواد اللي في خط النص اللي انا ماشي عليه ده؟ السواد اللي في خط النص يبقى انبوبة في خط النص موجود فيها هوا. الانبوبة اللي فيها هوا وبتدخل منطقة الصدر اوتوماتيك تراقية، يبقى السواد ده تراقية. السواد اللي تحتيه ده تراقية، اللي تحتيه ده تراقية، كل ده تراقية. طب معلش يا دكتور، السواد اللي انت بتقول عليه تراقية ده موجود في اجزائه الحتت البيضة المدورة دي، الحتت البيضة المدورة دي. شايف جه هنا حط لي حواليها حلقه اوتوماتيك، ما دام في خط النص يبقى ده جزء من الفقرات موجود في خط النص، الا وهو الشوكه السباين. هتقول لي السباين بان ازاي؟ يا ابني ما انت مصور بوسترو انتيريور فيو من ورا لقدام. يبقى السواد اللي في خط النص ده يبقى هوا في النص، يبقى دي تراقيه. الابيض اللي موجود في السواد اللي جه هنا حط لي حواليه حلقه، هقول ان ده سباين بتاع فقرات،
هو هنا مجاوبه سباينس بروسيس، مش هتفرق في حاجه. بعد كده ركز معايا قوي، القلب موجود في حضن الرئتين، المفروض ان ده ناحيه اليمين والناحيه العكسيه ناحيه الشمال، امر طبيعي. يبقى الحته اللي انا همشي عليها دلوقتي ديت الرايت بوردر اوف ذا هارت، صح؟ الخط الاسود اللي انا ماشي عليه دلوقتي يا جماعه ده رايت بوردر اوف ذا هارت، هو هنا كاتب عليه رايت اتريوم. طب ما انت لو مذاكر النظري، الرايت بوردر اوف ذا هارت مكون اساسا من الرايت اتريوم. براحتك، لو حطينا لك هنا علامه وقلت رايت بوردر اوف ذا هارت صح، قلت رايت اتريوم صح، نفس الكلام الناحيه الثانيه. لو حطينا لك هنا علامه ممكن تقول ان ده الليفت بوردر اوف ذا هارت اللي كان مكون بصفه اساسيه من الليفت فينتريكل يا شباب. حلو قوي قوي قوي. يبقى مش داني احفظ الرايت بس ايه العلامه، الخط الاسمر اللي انا ماشي عليه ده يا جماعه، الخط الاسمر، الخط اللي هو اهو اللي انا ماشي عليه دلوقتي اهو، رايت بوردر اوف ذا هارت او الحته دي من القلب، ما دام ناحيه اليمين زي ما البيانات قايله يبقى دي الحجره اللي ناحيه اليمين اللي اسمها رايت اتريوم، زي ما دي الحجره اللي ناحيه الشمال اللي كان اسمها ليفت فينتريكل. لو انت مذاكر النظري الليفت فينتريكل لو كملت معاه لتحت، فاكرين الحته دي كانت مين؟ ايبكس اوف ذا هارت. ممكن تيجي في الامتحان الحته اللي فوق راس السهم دي، الحته اللي باينه بالليزر ده، الايبكس اوف ذا هارت. حلو جدا. بس في بيانات كمان عباره عن ايه؟ مش المفروض تحت الرئه ربنا بيخلق الدايفرام؟ يبقى ده مكان الدايفرام والناحيه الثانيه الخط الكيرف ده مكان الدايفرام. الدايفرام نصين، بسمي كل نص هيمي دايفرام. يبقى الكيرف اللي ناحيه اليمين اسمه رايت هيمي دايفرام، واللي ناحيه الشمال ليفت هيمي دايفرام. حلو، كمل مع الهيمي دايفرام للاخر خالص اهو، كملت للاخر اهو، كملت للاخر اهو. في هنا زاويه ما بين نهايه الدايفرام وما بين الضلوع اللي موجوده في المكان ده، كلمه ضلوع يعني كوستو، والاسم الحركي للدايفرام فرينك، يبقى المكان ده اسمه كوستو فرينك انجل. الناحيه الثانيه كوستوفرينيك انجل اهو، مهمه جدا دي يا جماعه، كوستوفرينيك انجل ما بين الضلوع ونهايه الدايفرام. امال يا دكتور اللي عليها راس السهم دي او اللي عليها راس السهم دي، دي زاويه تانية بس المره دي الزاويه مش مع نهايه الدايفرام، المره دي الزاويه مع الهارت، ما هو ده الهارت، مع الهارت، ما هو ده الهارت، وبرضه الضلوع، فبرضه هسميها كوستو، بس المره دي مش كوستو فرينك بقى، كوستو كاردياك انجل، كوستو كاردياك انجل. يبقى احنا لو عايزين نحفظ زياده يا جماعه، لو السهم اتحط في نص الدايفرام يبقى عايز يقصد نص الدايفرام اللي ناحيه اليمين ونص الدايفرام اللي ناحيه الشمال، رايت هيمي دايفرام وليفت هيمي دايفرام. انما لو العلامه اتحطت عند نهايه الدايفرام يبقى دي الكوستوفرينيك انجل. طب لو العلامه اتحطت عند بدايه الكيرف بتاع الدايفرام، كوستو كاردياك انجل، كوستو كاردياك انجل، هيمي دايفرام ليفت، كوستو فرينيك انجل. اكتر حجره في القلب شمال ليفت فينتريكل، اكتر حجره في القلب يمين رايت اتريوم. طب وايه كمان؟ الليفت بوردر اوف ذا هارت اطلع فوقيها بقى.
احنا قلنا دي كلها اسمها ليفت بوردر اوف ذا هارت. دور على اكتر حته، ركز معايا قوي في دي ارجوك، بلجي، مكعبره، باينه، ديت المتسبب فيها الاورتك ارش بتاع القلب، عشان كده اسمها اورتك نقل. اورتك نقل، يبقى اورتك نقل حتة الكيرف اللي موجودة في اعلى حتة في القلب ناحية الشمال. يبقى لو احنا عايزين الليفت فينتريكل هنجيب لك الليفت بوردر اوف ذا هارت بس تحت اهي، انما لو السهم فوق اعلى حتة في الليفت بوردر اوف ذا هارت دي الحتة البلج المكعبرة المتسبب فيها الاورتك ارش، اسمها اورتك نقل. اورتك نقل ده مش كده وبس، شوف لي بقى العلامة هنا على ايه، يعني هي مش واضحة قوي بصراحة والحاجات دي ما تجيش في الامتحان. لو انت مذاكر نظري التراقية موجودة في خط النص، لكن وهي نازلة بتحدف تو ذا رايت سايد. وهي نازلة بتحدف تو ذا رايت سايد. لو العلامة اتحطت في نفس مستوى الاورتك نقل، ما الاورتك نقل اورتك ارش اللي كان بدايته ونهايته في مستوى الفقرة تي اربعة، وبرضو التراقية كانت بتخلص في مستوى الفقرة تي اربعة، بس التراقية كانت عبارة عن حلقات على شكل حرف سي ما عدا اخر حلقة، اخر كارتلج موجود في القصبة الهوائية كان على شكل حرف واي، وكان ليه اسم شهير اسمه كارينا. العلامة دي على الكارينا يا جماعة، حط في دماغك ان التراقية ما هيش نازلة في خط النص وبس، شايف السواد اللي بدأ ينحرف توزة رايت سايد، اشمعنى دي بالذات كارينا؟ انت عرفت منين يا دكتور ان دي نهاية التراقية فعلا؟ انها في نفس مستوى الاورتك نقل، يعني عند تي اربعة الواي شيبد كارتليج اللي موجود في نهاية التراقية اسمه كارينا. ايه كمان دلوقتي؟ السهم ده او السهم ده على الحتة البيضة دي، البقعة الكبيرة البيضة دي، البقعة الكبيرة البيضة دي، دي تبقى واضح ان دي على بعضها اللنج السوداء. ايه الابيض اللي ممكن الاقيه في اللنج يا جماعة؟ مكان الهيلم اللي كان جواه شرايين واوردة، زي ما هو محدد هنا ان انا هقوله ان الابيض ده هو الهيلم، وتحديدا جواه البلمونري ارتري. طبعا اشمعنى قال ان ده بلمونري ارتري بالظبط؟ انا هقول لك السبب بس انت احفظها وخلاص يا جماعة. لو انت مذاكر النظري كان الاورتك ارش ده موجود تحت مستوى البلمونري ترانك اللي كان بينقسم لرايت بلمونري ارتري وليفت بلمونري ارتري. احنا يا عم ولا عايزين تفسيرات ولا حاجة، البقعة البيضة اللي في جوه الرئة دي على الناحيتين هقول له ان ده مكان الهيلم وجوه البلمونري ارتري، الرايت رايت والليفت يبقى ناحية الليفت. انا عايزك تشوف المنظر ده تاني عشان هيتكرر تاني في مديول الكارديو فاسكولار بنفس البيانات. وزي ما قلت لك علامة في النص ده يبقى الهيمي دايفرام، في نهاية الهيمي دايفرام الكوستو فرينيك انجل، في بداية الهيمي دايفرام الكوستو كاردياك انجل. وطبعا هبتدي الاجابة بنوع الفيلم بلين اكس راي وبوسترو انتيريور فيو من ورا. ايه الشرايح تاني اللي ممكن تجيلي في الاشعة؟ مهمة جدا وهتاخد مننا وقت، تعالوا نشوف يا جماعة.
طيب هنكمل بقى يا جماعة، نشوف برضو افلام الاشعة اللي فاضلة دلوقتي. ممكن يجيلي اشعة زي ما هو باين لمنطقة الجمجمة، هكتب ايه اول ما اقول اتعرف على نوع الفيلم الاول؟ هقول له بلين اكس راي. بس في نقطة بقى، انا كنت قلت لكم في الصدر هنقول بلين اكس راي وهنقول بوسترو انتيريور فيو، انما في الجمجمة لا. الجمجمة عليا فيها منظرين، المنظر اللي قصادنا ده واضح ان منطق المكان اللي العين بتقعد فيه اللي اسمه اوربت ظاهر، وظاهر الاتنين اوربت اهم. هقول ان ده بلين اكس راي انترو بوستيريور فيو، يعني مصور من قدام لورا، والموضوع هيقلب مذاكرة تماما. طبعا مذاكرة الاشعة على الورق لا يمكن يا جماعة، اذا كان هي الافلام بتطبع على يعني على ورق خاص بيها، اما يطبع لك انت الفيلم تخيل اللي هيبان ولا مش هيبان. يبقى طبعا كوني اشوف الفيديو ده مهم مهم مهم. الاوربت اهو واضح ان فوق الاوربت، الاوربت حدوده البيضة اهي، ده الابر مارجن بتاع الاوربت، ده الابر مارجن بتاع الاوربت. اللي فوق مستوى الاوربت كل ده، ده جيب هوائي كان بيفتح في منطقة النوز اسمه فرانتال اير ساينس. كان عندي 4 نزل ساينس، طبعا الكلام ده محتاج مذاكرة، فرانتال وماكزيلاري وسيفينويدال واسمويدال. ازاي انا بعرف الفرانتال؟ لازم يكونوا اباف ذا ليفل اوف ابر مارجن اوف ذا اوربت. طيب اللي بين الاتنين اوربت طبعا دي منطقة النوز، الهواء يبان اسود زي ما اتفقنا، والعظم يبان ابيض. شايفين الخط الابيض اللي في نص المكان اللي بين الاتنين اوربت؟ ده الفاصل اللي بيبقى موجود في النوز واسمه نيزل سبتم، اهو ابيض مش هوا. طب امال ايه الابيض الكور دي يا دكتور؟ لو ده النيزل سبتم اللي كان يمثل الميديال بتاع النيزل كافيتي، يبقى ده اللاترال بتاع النيزل كافيتي. من ضمن الاسئله المتحدده اناتوميكال فيتشرز اوف لاترال وول اوف نوز، كان بيبقى فيه 3 بارزين في اللاترال وول اوف ذا نوز وكان اسمهم كونكا. هو هنا معلم لي بس على اكبر واحده فيهم، البيضه دي تبقى عظم مش هوا، انفيريور كونكا. يبقى انفيريور كونكا في اللاترال وول اوف ذا نوز، ودي تبقى النيزل سبتم. حلو، امال يا دكتور السواد ده؟ بممتاز، السواد ده او ده يعتبر موجود ما بين منطقة الاوربت وبين منطقة النوز. السواد اللي بين الاوربت والنوز اسمه اسمويدال اير ساينس، اسمويدال اير ساينس. يبقى كل حاجة ليها شرط، لو انت فوق مستوى الاوربت فرانتال اير ساينس، لو انت بين الاتنين اوربت ولونك ابيض وفي النص يبقى ده النيزل سبتم، لونك ابيض وفي اللاترال وول بتاع النوز يبقى دي اسمها انفيريور كونكا. طب السواد الواضح اللي فين يا دكتور؟ اللي بين الاوربت وبين الابر بارت اوف ذا نوز تحديدا، ده يبقى اسمه اسمويدال اير ساينس. طب افرض شايف بقى السواد كل ده، شايف السواد كل ده، السواد ده تحت مستوى الاوربت. طب ما هو تحت مستوى الاوربت دي عظمة المجزلة، يبقى ده الجيب الهوائي رقم 3 ماجزيلاري اير ساينس، ماجزيلاري اير ساينس تحت مستوى الاوربت.
maxillary air sinus. وطبعا البيضة دي عشان تبقى عارف بس دي عظمة الزيجوماتيك، وشوف ازاي العظم بيبان ابيض يا جماعة. يبقى واضح ان انا في المنظر الامامي الخلفي ما شفتش الاربعة برانيزال ساينسس. السفينويدال اير ساينس ما بتبانش غير في المنظر الجانبي فقط، انما في المنظر الامامي ظهرت تلاتة ساينسس بس، فوق مستوى الاوربت فرونتال، تحت مستوى الاوربت ماكسيلاري، ما بين الاوربت وما بين اعلى حتة في النوز. ده يبقى اسمويدال اير ساينس. الخط الابيض اللي في نص النوز ده النيزل سيبتم. الكورة البيضة اللي في اللاترال وول اوف ذا نوز انفيريور كونكا. ده ممكن نسهل بقى كده ونجيب الحتة ده، مش المفروض العظمة اللي تحت دي اسمها الفك السفلي او ماندبل؟ الحتة دي تحديدا اسمها انجل اوف ماندبل، انجل اوف ماندبل. شوف الاتنين اوربت بانوا ازاي، عشان كده هقول ان ده انتروبوستيريور فيو. انما بدأ هنا بقى يحط لي البيانات اهي، الحاجة واضحة جدا وما فيهاش مشاكل، ومكتوب ان نوع الفيلم ايه يا جماعة؟ انتروبوستيريور فيو بلين اكس راي. طيب المرة دي بقى واضح ان هو مصور جانبي يا جماعة، وانا قلت لكم في الصورة الجانبية هيبان الاربعة برانيزال ساينسس ازاي. اقول ذاكر زي ما انا هذاكر دلوقتي بالظبط. في نص الجمجمة دي تقريبا حدد منطقة كيرفت الاول اهي، انا همشي على حدود المنطقة الكيرفت البيضة. الكيرفت البيضة دي اللي في نص الجمجمة دي الفصة اللي بتقعد فيها الغدة النخامية اللي بتتحكم في عمل الغدد الاخرى اللي اسمها بيتيوتري جلاند. فدي الفصة بتاعت البيتيوتري جلاند بتاعت الغدة النخامية. انا بحددها بس مش عشان هي تيجي في الامتحان، لا، ده عشان اعرف بيها. السواد اللي تحت الفصة بتاعت البيتيوتري ده اسمه سيفينويدال اير ساينس، سيفينويدال اير ساينس. وطبعا الصورة الفاضية اللي ما فيهاش بيانات هي اللي هتيجي في الامتحان. خلص السيفينويدال، الخط الابيض ده يبقى عظم، يبقى فاصل. بعد كده سواد تاني، السواد اللي قصاد السيفينويدال اير ساينس يبقى ده اسمويدال اير ساينس، اسمويدال اير ساينس. وبعد كده فاصل ابيض تاني، والسواد الجديد ده المكان بتاع الاوربت بقى، المكان بتاع الاوربت. ولو ده مكان الاوربت يبقى السواد اللي فوقيه ده اللي جوه العظم ده الفرنتال اير ساينس. طب والسواد اللي تحتيه وتحت الاسمويدال في نفس الوقت، كل ده اللي فوق السنان على طول ماكسيلاري اير ساينس. يبقى تاني انا هقول له بلين اكس راي لاترال فيو، منظر جانبي هيبان فيه الاربع برانيزال ساينس. بحدد الحته الكيرفد اللي في نص الجمجمه دي الفصه اللي بيقعد فيها البيتيوتري جلاند. السواد اللي تحت البيتيوتري جلاند ده اسمه سيفينويدال اير ساينس. بحدد فصل ابيض يبقى عظم. السواد اللي قدام السيفينويدال اللي ماشي على حدوده دلوقتي ده اسمه اسمويدال اير ساينس. واللي قصاد الاسمويدال ادي فصل ابيض اهو، اللي قصاد الاسمويدال ده الكافيتي او المكان بتاع الاوربت اللي هتقعد فيه العين. السواد اللي فوق مستوى الاوربت الرفيع ده الفرنتال اير ساينس. السواد الكبير كل ده اللي بيجي في الامتحان اللي يعتبر في نفس الوقت تحت مستوى الاسمويدال صح، وتحت مستوى الاوربت مظبوط، وفوق مستوى السنان،
كل ده اسمه ماجزيلاري اير ساينس. احنا قلنا احنا بنحدد دي الفصة اللي هيقعد فيها البيتيوتري جلاند. شايفين الابيض ده والسواد اللي معاه؟ كان في عظمة بنخبط عليها ورا ودنا على طول اسمها مستويد بروسيس. المستويد بروسيس ده بيبقى موجود جواه اير كافيتس، تجاويف فيها هواء. التجاويف اللي فيها هواء بالمستويد كلهم على بعض بكتب عليهم ايه؟ مستويد اير سيلز، خلايا فيها هواء. يبقى اي علامة في المكان ده هقول مستويد اير سيلز. مستويد اير سيلز عبارة عن اير سبيسس او اير سيلز او اير كافيتس بريزنت انسايد مستويد بروسس، ونوع الفيلم بلين اكس راي لاترال فيو. هنا اللاترال فيو اللي هيجيلي في الامتحان احسن 100 مرة من اللاترال فيو اللي هو جاي عليه الاسهم. تحس ان الجمجمة ممطوطة، شكلها غريب، الفصة بتاعت البيتيوتري جلاند مش حلوة. فانت بس بتعرف من الفيلم ده اسماء البيانات، انما سعادتك بتذاكر على الفيلم اللي فات اللي قلت لك هيجي في الامتحان بنفس الشروط. شايف الحتة البيضة بالسواد اللي وراها؟ كل ده بنقول عليه زي ما اتفقنا مستويد اير سيلز، بس السكال دي ممطوطة، تحس انها مسحوبة لفوق والتحت، مش هي دي اللي هتيجي في الامتحان من غير اسهم، لان التانية احسن منها 100 مرة، وذاكر عليها. حلو، يبقى ممكن يجيلي في الريسبيراتوري في حتة الاشعة ثلاث حاجات. ممكن يجيلي بلين اكس راي بوسترو انتيرير فيو لمنطقة الصدر والقلب، وممكن يجيلي للجمجمة فيلمين، فيلم من قدام لورا انترو بوستيرير فيو، وفيلم جانبي لاترال فيو. وقلت لك اللاترال فيو هتذاكر على الفيلم الفاضي احسن 100 مرة من جه. وممكن يجي ايه اصلا ناقصه بقى؟ يجيبوا لنا اشعة مقطعية زي اللي بنعملها في حالة كورونا، وبصراحة لا اتوقع انها تيجي تماما، لا اتوقع انها تيجي تماما، بس هقولها برضو عشان الناس اللي عايزين يقفلوا، قال يعني في ناس هيقفلوا. اهي يا جماعة، دي طبعا الكلام ده مستحيل يبقى واضح في الورق، الخطوط الرفيعة دي لا يمكن تبقى واضحة يا جماعة في الورق، انت بتستعبط، لازم تذاكر على الفيلم. اشعة مقطعية يعني ايه يا جماعة؟ يعني باخد مقطع كروس سيكشن، باخد كروس سيكشن في منطقة الصدر يتضح في الرئتين. يبقى معنى الكلام ده ان دي مش الرئة على بعضها، ده سيكشن، كروس سيكشن متاخد في الرئة، كروس سيكشن متاخد في الرئة. واتفقنا ان الهواء على طول بيبان اسود، الهواء على طول يبان اسود. طبعا اناتوميكال ده مقطع في الرئة اليمين وده مقطع في الرئة الشمال، يعني عادي جدا، ده الرايت سايد وده الليفت سايد. الرئة اليمين كانت بتتكون من ثلاث فصوص، تعال اوريهم لك. شايفين الخط، امشي بقى معايا بقى في الفيلم، شايفين الخط الابيض الرفيع ده؟ ده اسمه ترانسفيرس فيشر. شايفين الخط الابيض اللي في نص الرئة؟ اسمه اوبليك فيشر. طب ما انت لو حددت الخطين، جاوب انت بقى، السواد اللي فوق مستوى الترانسفيرس فيشر ده اسمه ابر لوب، السواد اللي بين الترانسفيرس فيشر ده والاوبليك فيشر ده اسمه ميدل لوب، والسواد اللي تحت مستوى الاوبليك فيشر ده اسمه لور لوب. نيجي نشوف للرئة الشمال، اولا الرئة الشمال هل بتمتلك ترانسفيرس فيشر؟ لا. يبقى اللي انا هلاقيه في نص الجمجمة في نص الرئة بس هو الاوبليك فيشر الابيض ده، والسواد اللي فوق مستوى الاوبليك فيشر يبقى ده الابر لوب، والسواد اللي تحت مستوى الاوبليك فيشر يبقى ده اللور لوب.
طيب ايه يا دكتور الكورتين السود دمت او الكرة السودة دي؟ يا ابني ما دام اسود يبقى هوا، زي ما هو مجاوب قايل عليهم ايروي، حتت فيها هوا وبس، يبقى انت هتقول ايروي ايروي، والكلام ده مش هيجي في الامتحان، انا باكد لك يعني. معلومه اخيره عايز اعرفها، طب افرض علم على اي حته بيضه وسط النسيج الاسمر بتاع الرئه، زي دي زي دي زي دي زي دي الناحية التانية، زي دي زي دي، الأبيض ده يبقى أكيد مش هوا، هقول عليه زي ما هو ومجاوب فيزلز، أوعية دموية وخلاص، يبقى فيزلز زي ما قلت على الكورتين السود دمت أو الكرة السودة دي اير واي وخلاص. أنا شايف إن السيتي سهلة والله بصراحة يعني، بس ما توصلش للدرجات دي، وما تنساش ان ناحية اليمين في اتنين فشر، الخطوط البيضة دي ادي الترانسفيرس فشر وادي مكان الاوبليك فشر، انما ناحية الشمال اوبليك فشر بس، ودائما وابدا الرئة اليمين تلات فصوص والرئة الشمال فصين، ونوع الفيلم سي تي، والهواء يبان اسود، والابيض اللي في وسط السواد هقول عليه بصفة دايمة بلاد فيزلز، بلاد فيزلز. طيب دلوقتي بقى يا جماعة هنكمل، وزي ما قلت لكم الريسبيراتوري ده من اكبر العملي، مش سايبين فيه حاجة تقريبا في المنهج الا وجايبين عليه صورة. دلوقتي انا قصادي انبوبة اهي، والانبوبة دي معاها انبوبة تانية زرقاء اهي، عبارة عن حلقات مش كاملة، يبقى الانبوبة الزرقاء اللي عبارة عن حلقات مش كاملة اكيد دي الترقية. الانبوبة دي عبارة عن شوية عضلات بتتدخل مع بعضها البعض، يبقى دي الفرنكس على طول، لان احنا كنا خدنا ان الفرنكس بتمتلك ثلاثة كونستريكتور مصل، اللي فوق دي اسمها سيبيريور كونستريكتور مصل، اصغرهم ميدل كونستريكتور مصل اصغر واحدة فيهم، الكبيرة اللي بعديهم دي كلها اكبر واحدة فيهم اسمها انفيريور كونستريكتور مصل. التلات عضلات الكونستريكتور كانوا بيلتقوا مع بعض في الخط المبيض شوية اللي في النص ده، كنت بسميه ميديان راف او بوستيريور ميديان راف، اما كنت بطلع مع الراف ده لاخره كنت بلاقي تيوبركل المفروض انه موجود في البيز اوف ذا سكال، بتوصل لي البلعوم، فبسميه على اسم البلعوم بسميه فارنجيال تيوبركل اهو. ايه كمان؟ البلعوم ده اما بيخلص بيكون الانبوبة دي المقفولة اللي اسمها اوزوفيجاس. البلعوم كان بيمتلك تلات عضلات كونستريكتور وشفناهم، وتلات عضلات لونجيتيودينال، من ضمنهم جايب لي عضلة، العضلة دي كانت الوحيدة المميزة عن بقية العضلات، الوحيدة اللي كانت بتاخد من نيرف سبلاي غير بقية العضلات بتاعت الفارنكس. المفروض الحتة دي مدام برة يبقى دي الماستويد بروسس، جنب الماستويد بروسس حتة العظمة ركز كده فيها اللي عاملة زي الإبرة دي اسمها ستايلويد بروسس، مادام دي الستايلويد بروسس يبقى اوتوماتيك العضلة اللي طلع منها وراح لغاية البلعوم دي اسمها ستايلو فارنجياس مصل، ستايلو فارنجياس مصل. تعال نشوف الصورة اللي بعد كده عشان نفتكر بس ايه البيانات اللي هو جايبها وايه اللي مش جايبه. نفس الكلام، مالكش دعوة بالستايلو هايويد ليجامنت ده، مالكش دعوة بالفارنجي وبازولار فاشيا دي، مالكش دعوة بالكلام ده، هتلاقي بقية الكلام احنا قلناه، الصورة دي مهمة بس الكلام اللي احنا قلناه
وما تنساش ان العضله الحمراء دي اللي جايه بميل العضله من الابره اللي اسمها ستايلود بروسيس وواصله لغايه البلعوم اسمها ستايلو فارينجياس مصل. بعد كده دي راس ورقبه، بس جينا في خط النص خدنا سكشن واحنا نازلين، زي ما نقول جبنا سكينه وقسمنا راسه نصين وبنتفرج على نص فيهم. المنطقه دي منطقه النوس، يبقى اللي تحت دي منطقه الماوس. ادي الشفه العلويه وادي الشفه السفليه. الحته اللي ورا الماوس ده اللي سهل، انا بتعرف الاول على ابسط البيانات. ولو ده الماوس يبقى اللي فوق ده النوز. الفاصل اللي كان ما بين منطقه النوز ومنطقه الماوس كان اسمه سقف البق او هارد بلت، والهارد بلت ده كان بيدلدل من اخره حته لحمه طريه اسمها سوفت بلت. اهو منطقه النوز اللي فوق الهارد بلت كان فيها تلات عضمات بارزين اسمهم كونكا، سيبيريور كونكا وميدل كونكا، واكبرهم على الاطلاق كان اسمها انفيريور كونكا. طبعا الموضوع ده محتاج مذاكره. الحته اللي فوق منطقه النوز دي تبقى عظمه الفرنتل، العظمه الاماميه للجمجمه. يبقى الجيب الهوائي ده اسمه فرنتال اير ساينس، زي اللي شفناه في الاشعه، بس طبعا مش باين اسود لان دي مش اشعه. ده غير كده كنا بندور كمان في الاشعه على حته الطبق الحفره ده اللي كان في نص الجمجمه اللي بتقعد فيه الغده النخاميه اللي اسمها بيتيوتري جلاند. كان الجيب الهوائي اللي تحتيها اسمه على اسم العظمه اللي اسمها عظمه السفينويد، وكان اسمه سفينويدال اير ساينس، سفينويدال اير ساينس. اهو المفروض البلعوم كان بيتقسم لثلاث اماكن حسب هو موجود ورا انهي مكان. مش المكان ده هو النوز يا جماعه، يبقى الحته دي اسمها نيزوفارنكس، ومش ده الماوس يبقى الحته دي اسمها اوروفارنكس، ومش ده الحنجره اللي اسمها لارنكس يبقى الحته دي اسمها لارنجيوفارنكس. كان بيبدا ورا جدر اللسان على طول الحته دي اللي كان اسمها ايبيجلوتس او لسان المزمار. المفروض الحته الكيرفت دي أداة الاتصال ما بين جزء البلعوم اسمه لارنجيو فارنكس وبين اللارنكس نفسها، وكان اسمه مدخل اللارنكس أو لارنجيال انلت. المفروض اللارنجيال انلت ده كان بيتحرك في الإيبيجلوتس لتحت عشان يقفله، عشان أثناء الأكل ما في اتصال ما بين اللارنجيو فارنكس وما بين اللارنكس نفسها. ايه كمان عايز اشوف؟ البيانات، نفس البيانات بس هنا في بيانات زياده. قال ايه؟ قال ان دي منطقه النوس، يبقى اللي وراها ده النيزوفارنكس. راح جاي حاطط لي سهم اهو، ده الاتصال الموجود ما بين النيزوفارنكس وما بين النوس. الفتحات اللي بين الاتنين كان اسمها كونه، والكلام ده كان ملغي في النظر. كونة، يبقى كلمة كونة مش كولا اللي هي كوكا كولا، لا كونة بالام. كونة دي الفتحات التي تحدث اتصال بين منطقة النوز وبين النيزوفارنكس. وشايفين يا جماعة، ادي النيزوفارنكس وادي الاوروفارنكس وادي اللارنجيوفارنكس وادي اللارنجيال انلت اللي المفروض هينزل عليه لسان المزمار عشان يقفله، وادي الحنجره اللي اسمها لارنكس، وادي نهايه البلعوم اللي اسمه اوزوفيجاس اهو، وادي الحته الكيرف اللي قلت عليها بيقعد فيها الغده النخاميه، وادي السفينويدال اير ساينس،
وادي الجيب الهوائي اللي في عظمه الفرنتال اللي موجوده فوق مستوى النوز اللي اسمها فرنتال اير ساينس. طبعا الكلام ده يتطلب ان انا اكون مذاكر الفارنكس ومذاكر نفس الكلام بس خد منها حته. حول البيانات بسرعه، ادي اللاترال وول اوف ذا نوز، سيبيريور ميدل انفيريور كونك، فرنتال اير ساينس، الفصه بتاعت البيتيوتري جلاند، سيفينويدال اير ساينس. النيزوفارنكس دي كانت بتتميز الكافيتي بتاعها بعلامات، كان بيبقى فيها فتحه اسمها فتحه الاوديتوري تيوب، وفتحه الاوديتوري تيوب كان حواليها اليفيجن كان اسمه تيوبال اليفيجن. ادي التيوبال اليفيجن وادي الاوبننج بتاعه الاوديتوري تيوب. نفس الكلام وزود فعلا البيانات، بس جه هنا بقى انا لسه مسمي الحته اللي حوالين فتحه الاوديتوري تيوب تيوبال اليفيجن، هو هنا سماه اسم تاني. ما التيوبال اليفيجن ده كان عباره نازل منه احدى العضلات اللونجيتيودينال، والكلام ده ما كانش في النظري كمان، كان في ثلاث عضلات كونستريكتور وثلاثه لونجيتيودينال. الثلاثه اللونجيتيودينال كنا بنحفظهم اس بي اس، كان في اس اسمها ستايلوفارينجيس، والاس الثانيه طالعه من الاوديتوري تيوب اللي هي دي، وقلنا الاسم الحركي للاوديتوري تيوب سالبينجو، كان اسمها سالبينجو فارينجيس ماسل. اهي السالبينجو فارينجيس ماسل نازله من التيوب الاليفيجن اللي حوالين فتحه الاوديتوري تيوب وهتنزل في الفارنكس، يبقى دي واحده من العضلات اللونجيتيودينال اللي اسمها سالبينجو فارينجيس ماسل او سالبينجو فارينجيال فولت. مش ده الانتيريور بارت بتاع النوز يا جماعه؟ الانتيريور بارت بتاع النوز كان ليه اسم، كان اسمه فيستيبيول اوف نوز. يبقى الانتيريور بتاع النوز من قدام النزل كافيتي اسمه فيستيبيول اوف نوز. طبعا الكلام ده كله لو واحد مش مذاكر النوز، لو واحد مش مذاكر الفارنكس ومش مذاكر الكافيتي بتاع الفارنكس من جوه والحاجات اللي موجوده جوه النيزوفارنكس واسماء العضلات اللونجيتيودينال، طبعا يبقى بيهزر. وكان من ضمن الفيتشر اللي موجوده في النيزوفارنكس كان في لوز، بس مش اللوز المتعارف عليها. شايفين الحته دي يا جماعه اللي فوق مستوى الاوديتوري تيوب؟ الحته دي اللي قلنا لو تضخمت هتبقى اللحميه، كان اسمها فارينجيال تونسل او نيزو فارينجيال تونسل، فارينجيال تونسل او نيزو فارينجيال تونسل. طبعا روح الاول ذاكر النوز وذاكر النيزل اوبننج وسوري وذاكر الفارنكس كمان. تعالوا نكمل. طيب هنكمل بقى يا جماعه. دلوقتي المنظر اللي وصلنا دلوقتي دوت عباره عن اللارنكس، العظمه اللي على شكل حرف يو دي عباره عن الهايويد بون اللي بيبدا ورا مستوى الهايويد بون ده الايبيجلوتس لسان المزمار، اللي تحت مستوى الهايويد بون تفاحه ادم الحته البارزه اللي عباره عن لامينه يمين ولامينه شمال وبيلتقوا مع بعض في النص اسمها سيرويد كارتليج. ما دام ده السيرويد كارتليج ودي الهايويد بون، يبقى امر طبيعي جدا ان الممبرين اللي بينهم ده يتسمى على اسمهم الاثنين، اسمه السيروهايويد ممبرين، السيروهايويد ممبرين. انزل تحت السيرويد كارتليج هلاقي الكارتليج اللي كان الوحيد الكامل، بس ده طبعا ده الانتيريور سايد بتاعه بس، في الجهاز التنفسي اللي كان اسمه كريكويد كارتليج. وطبعا الممبرين اللي بين الكريكويد وبين السيرويد اسمه كيريكو سيرويد ممبرين، كيريكو سيرويد ممبرين، زي ما ده اسمه سيرو هايويد ممبرين. وكان الاثنين
الحتة اللي في النص اسمها ميديان بارت، والحتتين اللي على الجناب اسمهم لاترال بارتس. نفس الكلام، الحتة اللي في النص اسمها ميديان بارت، والحتتين اللي على الجنبين اسمهم لاترال بارتس. المفروض تحت الكريكويد هتنتهي الحنجرة وتبدأ القصبة الهوائية اللي عبارة عن حلقات زي ما انت شايف كده. معنى كده ان حتة الممبرين ده ما بين اول حلقة في القصبة الهوائية والكريكويد. القصبة الهوائية اسمها تراقية، يبقى اسمه كريكو تراقية الممبرين، يبقى ده اسمه كريكو تراقية الممبرين. تعال نشوف البيانات. ادي الهايويد، ادي السايرو هايويد ممبرين اللي في النص ميديان واللي على الطرفين لاترال. ادي السايرويد كارتليج على بعضها، وادي الكريكويد كارتليج اللي بين الكريكويد وبين السايرويد اسمه كريكو سايرويد. الكريكويد يبدأ بعديها التراقية على طول. ادي اول حلقة في التراقية، الممبرين اللي بين التراقية او ما بين الحلقة الاولى وبين الكريكويد اسمه كريكو تراقية الممبرين. وطبعا هيقولك ان التراقية حلقات مسميها تراقية الرينجس. دي بقى عضلات اللارنكس. صورة غبية جدا، وما اعتقدش يعني ان الحاجات دي هتيجي في الامتحان. ده عبارة عن منظر جانبي ظهر فيه ايه؟ الحتة البارزة دي قوي، ده عبارة عن جزء من تفاحة ادم اللي اسمها سيرويد كارتريج. انا هنا عشان اعرف احفظ البيانات دي، وديني قلت لازم سعادتك تحدد معايا اربع حاجات الاول، من غيرهم انسى. ده السيرويد كارتليج او حتة من السيرويد كارتليج، ادي واحد. اللي تحتيه في المستوى ده المنظر الجانبي بتاع الكريكويد كارتليج. لو انتوا فاكرين من قدام بيبقى رفيع ومن ورا بيبقى عريض، يبقى انا حددت ده السيرويد وده الكريكويد. وعرفت ان ده البوستيريور سايد ازاي؟ الحتة العريضة في الكريكويد بتبقى ورا، والحتة الرفيعة بتبقى قدام. احنا قلنا لازم نحدد اربع حاجات. الحاجة التالتة، اللي نازل من فوق من عند مستوى عظمة الهايويد يبقى ده الايبيجلوتس. بس المفروض الايبيجلوتس بيتجه نحو السيرويد. انا عملت له ازاحة شوية للخلف عشان اشوف بقية الحاجات. يبقى دوت اللي هينزل من عند مستوى عظمة الهايويد، ادي القرن بتاع عظمة الهايويد اهو، دي اسمها ايبيجلوتس. طب والحاجة الرابعة، فوق مستوى البوستيريور بارت بتاع الكريكويد، الحتة دي المفروض غضروف بس مش باين. ليه؟ العضلات مغطياه. ده كان اسمه اريتينويد كارتليج. الاريتينويد ده كان بيخبيه عضلتين، واحدة اسمها بالعرض والتانية ميلة. واحدة اسمها ترانسفيرس اريتينويد والتانية اسمها اوبليك اريتينويد. ما علينا، اللي عايزك تطلع بيه ان ده مكان السيرويد، ده مكان الكريكويد، الحتة الرفيعة قدام والعريضة ورا. اللي بيبدأ عند الهايويد وبينزل ده الايبيجلوتس. اللي فوق الحتة العريضة بتاع الكريكويد ده الاريتينويد. طب مش باين ازرق زي الغضاريف التانية ليه؟ عليه حتة عضلة اسمها، او حتة عضلتين تحديدا، واحدة اسمها كريكو اريتينويد، سوري، واحدة اسمها ترانسفيرس اريتينويد والتانية اسمها اوبليك اريتينويد. يعني المهم ده مكان الاريتينويد كارتليج. الف انت بقى اسماء العضلات لو سمحت. ازاي العضلة دي ما بين السيرويد والاريتينويد؟ يبقى اسمها السيرو اريتينويد. ادي واحد. اتنين، العضلة دي ما بين السيرويد والايبيجلوتس، يبقى سيرو ايبيجلوتك مصر. صح. العضلة دي
ما بين الإيريتينويد والإيبيجلوتس، يبقى اسمها إيري إيبيجلوتيك ماسل. صح. العضلة دي ما بين الكريكويد والإيريتينويد، يبقى اسمها كريكو إيريتينويد ماسل. طب ما هو دي برضو ما بين الكريكويد وما بين الإيريتينويد، المفروض أسميها كريكو إيريتينويد هي كمان. أفكرك بقى إن الكريكو إيريتينويد كان في منها اتنين، واحدة طالعة من اللاترال سايد بتاع الكريكويد، فكنت بسميها لاترال كيريكو إيريتينويد مصر، والتانية طالعة من البوستير بتاع الكريكويد، فكنت بسميها بوستيريور كيريكو إيريتينويد مصر. يبقى يا جماعة اللي هيحفظ أسماء العضلات وصعب قوي دي تيجي في الامتحان بصراحة يعني، يبقى بيستعبط. أنا طلبت منك تحدد أربع حاجات بس، أدي الثايرويد كارتريج، أدي الكريكويد كارتريج، أدي الإيبيجلوتس اللي فوق الحتة العريضة بتاع الكريكويد، الحتة اللي عليها عضلات ترانسفيرس إيريتينويد وأوبليك إيريتينويد اسمها إيريتينويد كارتريج. سلم واستلم أنت بقى. دي ما بين الثايرويد والإيبيجلوتس ثايرو إيبيجلوتيك، دي بين الإيريتينويد والإيبيجلوتس إيري إيبيجلوتيك، دي ما بين الثايرويد والإيريتينويد اسمها ثايرو إيريتينويد مصر، ديت ما بين الكريكويد والإيريتينويد كيريكو إيريتينويد، ودي برضو كريكو إيريتينويد. اللي طلع من اللاترال لاترال كيريكو إيريتينويد، اللي طلع من البوستيريور بوستيريور كيريكو إيريتينويد. وبأكد تاني على العضلة دي، ما بين الثايرويد وبين الإيريتينويد يبقى شيء طبيعي أسميها ثايرو إيريتينويد مصر. بدأ يقول لي شوية بيانات، ثايرو إيريتينويد مصر، وزي ما قلت لك اوعى تحفظ، مش ناقص حفظ، لا يمكن تعرف تجيبهم بالحفظ. حدد اربع حاجات الدنيا تمشي، ثايرويد، ايبيجلوتس، كيريكويد رفيع من قدام وعريض من ورا، اللي فوق الحتة العريضة اللي بتبقى مستخبية بعضلتين، واحدة اسمها اوبليك ايريتينويد والتانية ترانسفيرس ايريتينويد. طيب دلوقتي بقى يا جماعة هنكمل بقى زي ما قلت لكم الريسبيراتوري من الحاجات اللي مش سايبين فيها موضوع تقريبا. دلوقتي الموضوع الجديد بتاعنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاتي، بيوريني منطقة الصدر الخلفية. طب انا عرفت ان دي منطقة الصدر الخلفية ازاي؟ عن طريق وجود العمود الفقري اهو. بيوريني مجموعة عضلات ما بين الضلوع وبعضها، ما بين الضلوع وبعضها يبقى اسمها intercostal muscles، سواء internal intercostal او external intercostal، وانا لغاية دلوقتي مش عارفهم من بعض، عايز اشوف هتصرف ازاي. تعالوا نبدأ الصورة من فوق. كنا خدنا ان في شريان واحد عديم الاسم اسمه innominate artery، يقابله اتنين وريد عديم الاسم اسمه innominate vein، وكان الكلام ده موجود كمحتويات السبيريور ميدياستاينا. ادي الليفت انومينيت فين، ده اول بيان مطلوب منك، يتحد مع الرايت انومينيت فين على الناحية التانية. واضح ان الليفت انومينيت فين اطول من الرايت انومينيت فين، الاتنين بيتحدوا مع بعض وبينتج عن الاتحاد تكوين الوريد الاجوى في العلوي اهو،
اللي اسمه سيبيريور فينا كافا. سيبيريور فينا كافا ناتج من اتحاد الليفت انومينيت مع الرايت انومينيت. يبقى الميجور فين اللي موجود فوق هو السيبيريور فينا كافا اهو، اكيد يقابله تحت في نفس الصورة ادي الانفيريور فينا كافا اهو. بمنتهى البساطة ده انا عندي وصلة ربنا رزقها لي مهمة حتى على مستوى النظري، الوصلة اللي بين السيبيريور فينا كافا وبين الانفيريور فينا كافا. الوصلة اللي انا ماشي عليها دي كلها اسمها ازايجوس فين، وكلمة ازايجوس يعني سنجل، يعني موجود على الرايت سايد بس، مش موجود منه واحد يمين والتاني شمال، لا على الرايت سايد بس. ده مش كده وبس يا جماعة، ناحية الشمال قعدت تعيط. طب انا الاوردة بتاعتي فين؟ كان ربنا بيخلق لها نصين، تعال اوريهم لك. ادي نص اهو، شوف امشي معاه كده هتلاقيه بدأ يعمل كيرف وراح يفتح في الازايجوس، والتاني اهو نازل اهو وبرضو بدأ يعمل كيرف وراح يفتح في مين يا جماعة؟ في الازايجوس فين. طبعا دم السيبيريور هيمي ازايجوس اللي فوق والانفيريور هيمي ازايجوس اللي تحت. والاتنين بيروحوا يصبوا في الازايجوس فين زي ما هو واضح اهو. السيبيريور هيما ازايجوس خد بالك من اسمه التاني عشان البيانات اللي في الصورة، كان اسمه اكسسوري هيمي ازايجوس، انما الانفيريور هيمي ازايجوس كان ممكن نسميه هيمي ازايجوس بس، اما بلاقي كلمة هيمي ازايجوس بس يبقى مقصود بها الانفيريور هيمي ازايجوس. طب وايه كمان يا دكتور؟ واضح ان ده الضلع الاخير، ان ده الضلع رقم 12، هو اللي هيبقى موجود تحت الضلع رقم 12 بديله لقب انتر كوستال ولا سب كوستال؟ سب كوستال. يبقى ده السب كوستال فين اليمين اللي مذاكر نظري بقى، اللي كان بيتحد مع الرايت اسندنج لامبر اليمين، ما هو اللي بعد الثوراسيك فيرتبري اللامبر فيرتبري، وينتج عن الاتحاد تكوين الازايجوس فين. هتقول لي يا دكتور انت مش لسه قايل ان الازايجوس ده هو وصله ما بين الانفيريور فينا كافا وبين السيبيريور فينا كافا؟ هقول لك لو انت مذاكر الازايجوس ده كان ليه نظريتين في التكوين، ممكن يبقى واصله من الانفيريور هيما ازايجوس لغايه السيبيري، سوري، من الانفيريور فينا كافا لغايه السيبيريور فينا كافا، او يتكون على الرايت سايد باتحاد الرايت سبكوستال فين مع الرايت اسندنج لامبر فين. طب ما هو يا دكتور في منهم شمال فعلا، ادي الليفت سبكوستال، وشوف هنا بقى واضح كامل ازاي، وادي الليفت اسندنج لامبر هم، بس لما كانوا ناحيه الشمال بيتحدوا عن بعض مع بعض كان بينتج من الاتحاد تكوين الانفيريور هيمي ازايجوس فين. يبقى انت خد الرسمه حته حته هتلاقي الدنيا ماشيه. كمان ده في نقطه كمان مهمه، ازاي دلوقتي يا جماعه انا عندي المسافة ما بين كل ضلع والتاني، وما تنساش ان انت هنا ورا عشان وجود العمود الفقري، كانت مجموعة اوردة الازرق ده كله ما كانش اسمها انتركوستال فينس وبس، لا كان اسمها بوستيريور انتركوستال فينس. لو انت فاكر البوستيريور انتركوستال فين رقم واحد كان بيصب فين ورقم اتنين وتلاتة وهكذا، تعالى بس اما اتأكد نجيب الصورة اللي عليها البيانات عشان مش هكلفك بيانات زيادة، ده مش موجودة خلاص. يا لا موجودة يا جماعة والله موجودة، مبروك عليكم موجود.
ناحية اليمين ادي بيان لو انا مشيت معاه كان اسمه رايت او كان اعلى وريد موجود في المنطقة دي كان اسمه سيبيريور انتر كوستال فين. طبعا كان في سيبيريور انتر كوستال فين ناحية اليمين وسيبيريور انتر كوستال فين ناحية الشمال. لو انت ذاكرت الجدول اللي قلت عليه مهم جدا بتاع التوزيع بتاعة البوستير انتر كوستال فين على الرايت والليفت، ما هو النظري بيلعب معايا دور مهم جدا في العملي. كان الليفت سيبيريور انتر كوستال فين ناحية اليمين كان بيصب اهو يا جماعة، حد فاكر الاول الوريد ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه ازايجوس فين. ازايجوس فين السيبيريور انتر كوستال فين اللي موجود ناحية اليمين كان بيصب في الازايجوس فين، انما السيبيريور انتر كوستال فين اللي موجود ناحية الشمال كان بيصب في الليفت انومينيت نفسه. في الليفت انومينيت نفسه. يبقى ايه الفرق ما بين السيبيريور انتر كوستال فين ناحية اليمين وناحية الشمال؟ السيبيريور انتر كوستال فين ناحية الشمال كان بيصب في الليفت انومينيت نفسه اهو، انما السيبيريور انتر كوستال فين ناحية اليمين كان بيصب في الازايجوس فين نفسه. تمام. ايه كمان يا جماعة؟ واضح انه حط لي بيانات على العضلات كمان من غير ما اقول لك اتجاهات عضلات وادخلك في متاهة انت مش ناقص. بصوا يا جماعة، شايفين العلامة دي او دي؟ لو علم في كل انتر كوستال سبيس، وطبعا ده مش هيبقى واضح في الورق، ده لازم له الصورة، ميز ما بين عضلتين. العضلة زي دي، انا بسألك ابتدت جنب العمود الفقري مباشرة؟ انما عضلة زي دي ابتدت بعد مسافة من العمود الفقري. شايفين يا جماعة العضلة اهي؟ العضلة اهي ابتدت بعد مسافة من العمود الفقري. لو هي ابتدت بعد العمود مباشرة يبقى دي اسمها اكسترنال انتر كوستال مصر. يبقى شرط بدل ما اقول لك اتجاهات فايبر والكلام ده، لو هي بدأت جنب العمود مباشرة مش بعيدة عنه مسافة كبيرة واضحة حوالي 2-3 سنتي هم، لو هي جنب العمود على طول تبقى اكسترنال انتر كوستال، لو بعيدة عنه مسافة 2 سنتي ولا حاجة تبقى دي اسمها انترنال انتر كوستال مصر. انترنال انتر كوستال مصر. وبقى من ارخم البيانات هنا بصراحة مجموعة السيبيريور انتر كوستال فينس. السيبيريور انتر كوستال فين ناحية الشمال بيصب في الانومينيت فين اللي ناحية الشمال. يعني انت لو لقيت فين بيصب في الليفت انومينيت فين يبقى دوت على طول ليفت سيبيريور انتر كوستال فين. انما لو السهم على فين والفين ده رايح يصب في الازايجوس فين يبقى دوت الرايت سيبيريور انتر كوستال فين. وبصراحة يعني رسمة زي دي يا جماعة يوم ما تيجي في الامتحان نجيب لك الازايجوس، الهيمي ازايجوس، السيبيريور فينا كافا، الانفيريور فينا كافا، حتى العضلات تبقى بعيدة ودي ميزت هل هي جنب العمود على طول ولا بعيدة عنه مسافة 2 سنتي، يجي الانومينيت فينس، يعني حاجات الاسندنج لمبر بالرغم يعني ان هو ما يجيش ليه، لان هو هنا لو تشوف السهم كانه حطه على الانفيريور فيناكافا، في الانفيريور فيناكافا بتبقى مخبيه الرايت اسندنج لمبر فين، انما ناحيه الشمال بيبقى واضح اهو.
بيتحد مع السب كوستال فين وينتج من الاتحاد تكوين مين يا جماعه؟ الهيمي ازايجوس فين. واتفقت معاك ان الهيمي ازايجوس هو نفسه الانفيريور هيمي ازايجوس، انما الاكسسوري هيمي ازايجوس ده الاسم التاني بتاع السبيريور هيمي ازايجوس. نكمل يا جماعه. دي رسمه بقى تعتبر نظري خالص، فرصتها في الامتحان ضعيفه. فاكرين اجزاء البلوره يا جماعه؟ حته البلوره اللي فوق اسمها سيرف، كان في طبعا اللنج اهي اللي لازقه في اللنج دي اللي انا بلف حواليها على طول، دي اسمها فيزرال بلور، انما اللي موجوده بره اسمها برايتال بلور. والبرايتال بلوره كانت اجزاء، اعلى حته في البرايتال بلوره اسمها سيرفايكال بلور، اللي ناحيه الضلوع اسمها كوستال بلور، اللي قريبه من الدايفرام اسمها دايفراجماتيك بلور، اللي ناحيه الميدياستاينم كل دي اسمها ميدياستاينال بلور. المسافه ما بين طبقتين البلوره كان اسمها بلولار كافيتي. ايه كمان عايز اعرفه؟ عايز اعرف حاجتين. البلوره دي كان ليها جيبين بيدخل فيهم الرئه اثناء الديب ريسبيريشن، نميزهم ازاي عن بعض؟ اقول لك انا، ما دام دي بلوره ما فيهاش بيان كاردياك نوتش ولا حاجه، لو حط العلامه هنا ده مكان الانتيريور بوردر بتاع البلور جزء منه، او حط العلامه هنا، لو العلامه هنا تبقى بين الكوستال بلوره وبين الدايفراجماتيك بلوره، عشان كده بسمي الجيب ده كوستو دايفراجماتيك ريسس، كوستو دايفراجماتيك ريسس. انما لو حط العلامه تحس انها مكان الكاردياك نوتش كده، بس ما بقولش في الامتحان كاردياك نوتش، دوت الريسس التاني اللي موجود على الانتيريور بوردر اوف ذا لانج اللي اسمه كوستو ميديا ستاينال ريسس. وادي البيانات جابها حتى في دايجرام كانه كلام نظري تماما، اجزاء البلوره والميديا ستاينال بلوره، وادي الكوستو ميديا ستاينال ريسس، وادي الكوستو دايفراجماتيك ريسس. دلوقتي بقى يا جماعة بنشوف حاجة برضو مطلوبة مننا في الام سي كيو الدايفرام. بقولك الاسبيرات ربنا يكون في عونكم السايب موضوع بصراحة، يعني تعال نشوف هنتعامل معاه ازاي. دلوقتي الدايفرام هو فاصل ما بين منطقة الصدر ومنطقة البطن، يعني هلاقي جزء منه قدام وجزء منه ورا وجزء منه على الرايت سايد وجزء على الليفت سايد. فعملوا ايه؟ شوفوا صوروا لنا الدايفرام منين. ادي العمود الفقري يبقى احنا كده ورا، وادي نهايه الاسترنم يبقى احنا كده قدام، وادي الضلوع ما بين الاسترنم وبين العمود الفقري. كل الفاصل ده الدايفرام. شوفوا قافل المكان ازاي. الدايفرام ده كان بيتكون من مجموعه من الفايبر كانت بتاخد من العمود الفقري اورجن في صورة سبع حاجات. تعالى اوريك السبع حاجات كانوا ايه. اول حاجة في السبعة كان حتة العكاز ده اللي موجود على الرايت سايد كل ده، وعكاز اقصر منه على الليفت سايد. العكاز اليمين للناس اللي مذاكره كان اسمه رايت كراس، والعكاز الشمال كان اسمه ليفت كراس. العكازين كانوا بيلتقوا مع بعض يعملوا ليجامنت في صوره سلاح المنشار اللي عند النجار اللي بيفرغ بيه الخشب. سلاح المنشار اللي عند النجار اللي بيفرغ بيه الخشب اسمه اركت ارتري، اداك منه في النص، فخط النص بالظبط في الميديان، وبيعمل وصله ما بين الرايت كراس وما بين الليفت كراس، كان اسمه ميديان اركت ليجامنت. الابيض ده
ميديان اركت ليجامنت، انما على كل ناحيه في اركت اهو كمان واركت اهو كمان. طب الناحيه الثانيه اركت اهو كمان واركت اهو كمان. لو اللي في النص ده اسمه ميديان يبقى اللي بعديه اسمه ميديال بالال اركت ليجامنت، واخر واحد اسمه اللاترال اركت ليجامنت. يبقى السبعه اورجن بتوع الدايفرام من العمود الفقري 2 كراس و5 اركت، رايت كراس ليفت كراس اقصر، الوصله اللي بينهم ميديان اركت ليجامنت، على كل ناحيه 2 اركت زياده، القريب من العمود ميديال اركت ليجامنت، البعيد لاترال اركت ليجامنت. حلو جدا. كانت الفايبر بتاعه الدايفرام ده، واستنى قبل ما اقول الفايبر، العمود ده كنا خدنا قبل كده حتى في مديول الكدني والكلام ده، العضله اللي جنب العمود اللي مقطوع منها حته اسمها سوس ميجور، والعضله اللي بعديها رباعيه الشكل اسمها كوادريتاس لامبورم. شفت الميديال اركت ليجامنت عامل قرش فوق العضله اللي اسمها سوس ميجور، وادي اللاترال اركت ليجامنت عامل قرش فوق العضله اللي اسمها كوادريتاس لامبورم. كلام النظر اهو يا جماعه، وحتى في الصوره اللي عليها البيانات مش هتلاقي العضلتين دول موجودين، بس الصوره اللي مش عليها البيانات هي اللي هتنزل في الامتحان. يبقى دي سوس ميجور، ومين اللي عامل قرش عليها؟ الميديال اركت ليجامنت. طب ودي سوس ميجور ليه؟ لانها جنب العمود على طول. اللي بعديها بشويه الرباعيه كوادريتاس لامبورم، واللي عامل قرش عليها اسمه لاترال اركت ليجامنت. كل الفايبر بتاعه الدايفرام بتتجمع مع بعض في ضفيره واحده، الضفيره البيضاء دي كلها اللي بتمتلك قرنين، قرن يمين اهو، كل ده القرن اليمين، وقرن شمال اهو. الضفيره دي على بعضها كان اسمها سنترال تندون، رايت هورن اوف سنترال تندون وليفت هورن اوف سنترال تندون. ده مش كده وبس، الدايفرام كان بيمتلك 3 ميجور اوبننج رئيسيين. بص هفرق بينهم ازاي. دي لو الفتحه موجوده في الرايت هورن بتاع الضفيره اللي اسمها سنترال تندون، دي تبقى فتحه الانفيريور فينا كافا. ما هو 3 ميجور اوبننج كنا بنحفظهم بفويس اوف امريكا، الفي فتحه الفينا كافا، والاو فتحه الاوزوفيجاس، والاي فتحه الاورت. يبقى في الرايت هورن دي الفينا كافا او الانفيريور فينا كافا. طيب لو قاعد على العمود الفقري وفوقيه على طول الاركت اللي كان في النص اللي كان اسمه ميديان اركت ليجامنت، يبقى اورت الاورتك اوبننج على طول. يبقى فاضل الاوبننج بتاعه الاوسوفيجاس. هو انا قلت يا جماعه ان هي دي الرايت كراس؟ لا، كل دي امشي كده معايا، امشي 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 بيه. كل الفايبر الكتير دي اسمها رايت كراس. اللي مذكر الرايت كراس كان بيمتلك اوبننج دي بتاعه الاوسوفيجاس، يبقى الاوبننج اللي في الرايت كراس دي بتاعه الاوسوفيجاس، الفتحه اللي على العمود الفقري اللي عامل عليها قرش الميديان اركت ليجامنت على طول دي تبقى بتاعه الاورطه، اللي ده في الرايت هورن دي تبقى بتاعه الانفيريور فينا كافا. الصوره اللي بعديها صوره فيها البيانات واضحه زي اللي فاتت، وطبعا الكلام ده ما يتذاكرش على الورق، مش هيبقى واضح زي ما في الفيديو كده. وسيبك بقى من حكايه ان ده امبريشن فور ليفر، ماليش دعوه بالكلمه دي، شيلها ولا ليها اي لازمه. ان دي الرب رقم 12، طب ما ده شيء طبيعي، دي L1 وL2 ده امر طبيعي، ما سيبك منه. شايف؟ مش انا قلت لك الميديال اركت ليجامنت واللاترال اركت ليجامنت دي كان هنا في عضله نازله بالطول، يهمني منظرها بالطول الصوره اللي فاتت دي كانت، بس قطعوها هنا بقى، دي كانت السوس ميجور، واللي جنبيها دي كان اسمها كوادريتاس لامبورم،
وادي تجميعة الفايبر بتاعت الدايفرام اللي اسمها سنترال تندون في الرايت هورن بتاع السنترال تندون، يبقى انفيريور فينا كافا. واوعى تفتكر ان اصل دي هتعمل لك مشكله حتى في النظري، الناس فاكره ان دي الرايت كراس وخلصنا على كده. لا، كل دي، كل الكيرف دي على بعضها الرايت كراس. شايف الرايت كراس كبيره ازاي؟ حتى لو هو ما كانش كده وتمتلك حته كيرفت بالمنظر ده كده، عمري ما كنت هقول في النظري ان اللي بيفتح في الرايت في الكراس او فتحه الدايفرام بتاعت الاوزوفيجاس موجوده فين تحديدا؟ في الرايت كراس اوف دايفرام. وطبعا ده الاورطه، وقاعد عليه عامل له كيرف اهو الميديان اركت ليجامنت. طيب بنختم بقى يا جماعه العمل بتاع الريسبيراتوري بصورتين في منتهى الاهميه، العلامات اللي موجوده على الميديال سيرفيس اوف ذا لانج او الميدياستاينال سيرفيس اوف ذا لانج، مهمين جدا وعايزين نعتمد على الحاجات اللي احنا خدناها في النظري. وفي حته في البيانات كده احب اعدلها، مش هيحصل فيها اي مشكله خالص. ازاي؟ اولا اول ما تجيلي رئه او ميديال سيرفيس او ميدياستاينال سيرفيس، لو حددت ان دي رايت وليفت غلط هتحل العينه غلط. هكلمك علم، المفروض ان احنا بنسال نفسنا ثلاث اسئله. ادي الايبكس بتاع اللنج بيبقى فوق، ادي البيز اللي كان ليه اسم تاني دايفراجماتيك سيرفيس، البوردر الرفيعه دي الانتيريور بوردر، البوردر العريضه دي كلها البوستيريور بوردر، السطح الذي يمتلك الهيلم يبقى دوت الميديال سيرفيس، واللي انت مش شايفه يبقى اللاترال سيرفيس. لو انت سالت نفسك التلات اسئله دوم اناتوميكال هتعرف ان ده دي الرايت لانج. بس علشان الوقت في الامتحان مش هيبقى فيه وقت ان انت تعمل كل ده، امال احنا هنعمل ازاي؟ هنعتمد على الكاردياك نوتش يا جماعه. الانتير بوردر بتاعت اللانج اهي، واضح ان الانتيريور بوردر دي لا تمتلك نوتش خالص، وهوريك النوتش في صوره ثانيه دلوقتي. يبقى دي الرايت لانج على طول التي لا تمتلك كاردياك نوتش. وساعتها مذاكرة النظر، انا هقول ومعتمد ان انت مذاكرها نظري، ده الهيلم اهو. كنا خدنا في النظري ان اكتر حاجة قدام في الهيلم ده السبيريور بالموناري فين، مع انه واخد اللون الاحمر مش مهم اللون، واكتر حاجة تحت في الهيلم الانفيريور بالموناري فين. ورا في الهيلم بيبقى فيه اتنين برونكاي، واحدة اسمها اب ارتريال والتانية اسمها هيب ارتريال. امال البلمونري ارتري فين؟ البلمونري ارتري بيبقى موجود ما بين اعلى برونكس وبين السيبيريو بلمونري فين، يبقى الازرق ده البلمونري ارتري. فوق الهيلم بلاقي جروف ارش مهم جدا يجي في الامتحان، ده القرش بتاع الازايجوس فين. ده كله انا عارفه علشان دي رايت لانج ومذاكر كنا بنستنتج العلامات دي ازاي. فوق مستوى القرش بتاع الازايجوس بيبقى فيه اربعة امبريشن، هاتهم من ورا لقدام. الامبريشن ده بتاع الاوزوفيكس، دوت بتاع التراقية، دوت بتاع الرايت انومينيت فين والسيبيريور فينا كافا. يعني الحته لغايه هنا لغايه مستوى الازايجوس فين دوت الرايت انومينيت فين، والباقي ده بتاع السيبيريور فينا كافا. وشيء طبيعي ان الازايجوس فين يفتح في السيبيريور فينا كافا. اللي موجود قدام ولازق في الانتيريور بوردر بتاع اللانج ده بتاع الاسندنج اورتس، يبقى ده الاوزوفيكس، ده تراقية، دوت رايت انومينيت فين اند سيبيريور فينا كافا.
ascending outward. لو العلامة اتحطت قصاد الهايلم ده اسمه cardiac impression، بيتسبب فيه اكتر حتة يمين في الـ في الـ القلب الرايت اتريوم. اللي كان بينزل من الهايلم ده اسمه بالمونري ليجامنت. لو العلامة قصاد البالمونري ليجامنت ده الانفيريور فينا كافا، يبقى السبيريور فينا كافا كانت قصاد الهايلم، الانفيريور فينا كافا قصاد البالمونري ليجامنت. ورا الهايلم بيبقى فيه اتنين امبريشن، تجيبهم ازاي؟ مش احنا قلنا ان ده القرش بتاع الازايجوس؟ هو المفروض الازايجوس بيبقى طالع، بس انا همشي معاك انه نازل اهو، انزل كده مع الجروف. كل ده التكمله بتاعه الازايجوس فين. انا باكد المفروض انه طالع، يعني لو هنتكلم علم بقى المفروض ان الازايجوس فين طالع اهو، كل الامبريشن ده بتاع الازايجوس فين لغايه ما يعمل القرش فوق الهايلم ويصب في السبيريور فينا كافا. انما اللي ورا الهايلم مباشره اللي انا ماشي عليه دلوقتي ده الاوزوفيجاس. يبقى ورا الهايلم في علامتين، الاوزوفيجاس دايما قدام. لو قارنت العلامتين ببعض، هما الاثنين ورا الهايلم، بس لو قارنت العلامتين ببعض هلاقي ان علامه الاوزوفيجاس هي اللي قدام ووراها كل دي علامه الازايجوس. وطبعا ديت رايت لانج لعدم وجود كاردياك نوتش. بدا يقول لي البيانات اهي، دي هنعملها اوزوفيجاس، دي هنعملها تراقيه بس كفايه، دي زي ما قلنا رايت انومينيت فين ودي السبيريور فينا كافا، ده الاسندنج اورتا، ادي الكاردياك امبريشن بتاع الرايت اتريوم قصاد الهايلم البالمونري ليجامنت، ده الانفيريور فينا كافا، ده الجروف بتاع او الامبريشن بتاع الاوزوفيجاس، ده بتاع الازايجوس، دي اسمها هيب ارتريال برونكاس وهيب ارتريال برونكاس، بالمونري ارتري ما بين اعلى برونكاس واعلى والسبيريو بالمونري فين، اوطى حاجة في الهايلم الانفيريو بالمونري فين. ديت الرئة الشمال، برضو الابيكس فوق، البيز او الدايفراجماتيك سيرفيس تحت، البوردر الرفيعه اللي انا همشي عليها دي الانتيريور بوردر. بس شوف بقى الانتيريور بوردر هنا بتمتلك ايه، اهي دي علامه ما فيهاش فصال بقى، ما دام الكاردياك نوتش موجوده على مستوى الانتيريور بوردر. وبفكرك بالحته اللي كانت تحت الكاردياك نوتش ممكن تيجي في الامتحان، دي اسمها لينجولا، لينجولا، انما البوستير بوردر بتبقى سيكو راوندد اهي، السطح الذي يمتلك الهايلم ده يبقى الميديال سيرفيس، الاذر سيرفيس يبقى اللاترال سيرفيس. المهم امتلاك الانتيريور بوردر للكاردياك نوتش ده اكبر دليل ان دي الليفت لانج، والحته اللي تحت الكاردياك نوتش دي اسمها لينجولا. لو العلامه جت قصاد الهايلم برضو كاردياك امبريشن، بس المتسبب فيه اكتر حته شمال في القلب اللي كان اسمها ليفت فينتريكل. الهايلم كالعاده اكتر حاجه قدام السبيريور بالمونري فين، اوعى تنخدع بالالوان، اوطى حاجه في الهايلم الانفيريور بالمونري فين، اللي ورا في الهايلم البرونكس. امال البالمونري ارتري فين؟ كان مختلف هنا بقى، البالمونري ارتري كانت اعلى حاجه موجوده في الهايلم. طيب فوق الهايلم في الرئه اليمين كان في قرش بتاع الازايجوس في الرئه اليمين، انما في الرئه الشمال اللي قصادنا دلوقتي لو العلامه فوق الهايلم ده القرش بتاع الاورطه، والمفروض القرش بتاع الاورطه ده ينزل ورا الهايلم كل ده ديسندنج اورت، يبقى شيء طبيعي ان القرش بتاع الاورطه يكمل وينزل يعمل ورا الهايلم امبريشن فور ديسندنج اورت. بس احنا يا دكتور متعودين ان ورا الهايلم في علامتين ومن ضمنهم الاوزوفيجاس، ودايما الاوزوفيجاس بيبقى قدام العلامه الثانيه، صح؟ طب هو فين هنا الاوزوفيجاس؟ علامه الاوزوفيجاس هنا هتبقى ورا البالمونري ليجامنت، ورا البالمونري ليجامنت، ده الامبريشن بتاع مين يا جماعه؟ الاوزوفيجاس.
طيب وايه كمان؟ في مجموعة من الجروف بتبقى فوق برضو، هنلتزم باللي انا هقوله. ديت علامة الاوزوفيجاس يا جماعة، اللي بتبقى ورا كالعادة برضو في الرئة اليمين، العلامة اللي ورا كانت علامة الاوزوفيجاس. طب والعلامة دي والعلامة اللي بعديها دي كمان، مش ده القرش بتاع الاوطة وكان بيطلع منه فروع، هتسيب علامة؟ العلامة اللي ورا خالص اتفقنا ان هي علامة الاوزوفيجاس، طبعا هترجع للنظري. العلامة اللي قصاد الاوزوفيجاس دي علامة الليفت ساب كليفيان ارتري. طب والعلامة اللي قدام الليفت ساب كليفيان دي علامة الليفت كومان كاروتيد ارتري. يبقى ليفت ساب كليفيان، ليفت كومان كاروتيد. هتلاقي دي مكتوبة حاجة تانية في البيانات، هتلاقي مكتوب ليفت بريكيوسيفاليك فين. انا ما اقدرش انكر ان هو بيعلم، انا همشي مع الكلام اللي في النظري، وساعتك هتعمل العلامة دي ليفت كومان كاروتيد ارتري، امبريشن فور ليفت كومان كاروتيد، انما دي ليفت ساب كليفيان ارتري، والاتنين طالعين من القرش بتاع الاورطة، وعلامة الاوزوفيجاس هنا بدأ يشرح لي العلامات. ادي علامة الاوزوفيجاس المفروض انه هيكمل هنا، ودي علامة الليفت ساب كليفيان. العلامة اللي قلنا قصادها هنعملها علامة اللي قطعوه هنا اللي هو الليفت كومان كاروتيد. ماشي يا جماعة؟